ما نجسه كده. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بسعادة الدكتور المهندس عبد العزيز بن عبد الله الخضيري وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة والأمين العام لهيئة تطوير منطقة مكة والمشاعر المقدسة. أرحب بأصحاب السعادة وكلاء الجامعة والعمداء وأعضاء التدريس وضيوفنا الكرام الذين أتوا من قطاعات خارج الجامعة ومن طلاب الجامعة طلاب الدراسات العليا والسيدات المحاضرات وأعضاء التدريس في قسم الطالبات. يعني صباحنا مشرق بكم، وأهلا وسهلا بكم في رحاب جامعة الملك عبد العزيز. نتطلع إلى هذا اللقاء من فترة طويلة، ونحن لا نبعد إلا مسافات قريبة من إمارة منطقة مكة المكرمة، وكنا على الدوام نخطب ودكم بالقفز للجامعة، لكن مشاغلكم المتوالية حالت دون ذلك، ولكنكم كنتم ملء السمع والبصر في كل الأمور وفي تنقلاتكم والأحداث التي تشرفون عليها. ضيفنا الكريم، لعلك وأنت قادم إلى هذه القاعة جلت في جوانب الجامعة قليلاً وشاهدت مشاريع الجامعة. لا يوجد لدينا مشاريع متعثرة في الجامعة، مشاريعنا دائما منجزة في أوقاتها. الطلاب يضجون ليل نهار وتقرؤون وتتابعون ما لديهم من انتقادات. ماذا يعني التاريخ؟ تاريخ المملكة العربية السعودية، وماذا تعني المساحة؟ مساحة المملكة العربية السعودية ونحن ننظر إلى هذه المشاريع الضخمة التي تعم هذه الجزيرة المترامية الأطراف. ماذا يعني التاريخ؟ وماذا تعني المساحة؟ عندما وحد الملك عبد العزيز هذه الجزيرة العربية المترامية الأطراف، كانت كل مقومات الحياة غير متوفرة. لم تكن هناك مدارس، لم تكن هناك مستشفيات، لم تكن هناك مباني حكومية، ولا متعلمين، ولا حملت حتى شهادة ابتدائية في ذلك الوقت. فكيف يمكن مواجهة هذا الحلم ببناء دولة مترامية الأطراف في ظل الافتقار إلى كل مقومات الحياة؟ ما نحن عليه الآن هو حصيلة 70 عاما من النماء والبناء والتشييد. للقول أنه ليست هناك مشاريع متعثرة، ولكني أنظر للأمر بنظرة واسعة وتحليلية تليق بالجامعات عندما تشرح قضاياها. عندما تبدأ المشكلة الصغيرة وتكبر ثم تكبر، يصبح الوقت المتاح لمعالجتها في وقت متأخر يصبح صعب. ولذلك تعهد المشاريع من بدايتها بالإصلاح أمر مهم، لكن كيف يحدث هذا ولم يكن هناك متعلمون في تلك الفترة؟ فكثرت الأخطاء وتراكمت.
إذا نظرنا إلى مساحة المملكة العربية السعودية فهي الدولة الثانية عشر من حيث المساحة من بين 206 دول عالمية، مساحتها 12، يعني دولة قارة. فإذا نظرنا للمملكة العربية السعودية فهي 5 أضعاف مساحة فرنسا و24 من مساحة بريطانيا، فهذا يعني أعباء ضخمة ملحة وحاجة مستمرة للتطوير وافتقار لمقومات التخطيط والمتابعة. ذلك شق، ذلك جانب من الأمر. الشق الثاني، هذا الزخم، هذه الكثرة، هذه الوفرة في هذا العام في المؤتمرات والمنتديات واللقاءات التي ألقيت في تعثر المشاريع. يعني أنا أعرف دكتور عبد العزيز، أعتقد أنه حضر كل هذه المنتديات التي يلي ذكرها الآن، فقط أنا أمر عليها مرورا تمهيدا للقاء. هناك ملتقى إدارة المشاريع الهندسية المتعثرة والذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في فندق الهيلتون في قاعة القصر، وقد كنت موجودا وشاهدت مدى الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارة لمثل هذا الأمر. طبعا جامعة الملك عبد العزيز كانت معدة، بالإضافة للهيئة السعودية التي كان يشرف عليها سعادة الدكتور عبد الله الغامدي. تعرض ملتقى إدارة المشاريع إلى واقع المشاريع المتعثرة وآثارها والأسباب الكفيلة لتلافي تعثر المشاريع. ثم ظهرت ندوة إدارة المشاريع الحكومية في السعودية في قاعة من خلدون في معهد الإدارة العامة، ثم تلاها. طبعا في هذا اللقاء الدكتور السريسري قال نحن لسنا الوحيدون الذين لديهم مشاريع متعثرة، انظروا للآخرين، لا تركزوا علينا كثير يعني. ثم أتى منتدى عقود التشييد تحت شعار وأوفوا بالعقود، اللي هي الأوفوا بالعهود بالعقود. طيب هذا اللقاء دخلت بالعمق نزاهة في هذا الموضوع وعدت دراسة عن تعثر المشاريع وحددت أسباب تعثر المشاريع ولا أريد أن أتطرق إليها. ثم أتى لقاء الثامنة في NBC يتحدث عن المشاريع المتعثرة، وكان حديثا ساخنا بين هيئة المهندسين المدنيين. ثم أتى ملتقى الإنشاءات والمشاريع الذي عقد في الرياض قبل أيام، قبل 10 أيام، وكنت أحدث سعادة الوكيل وكان موجودا هناك يهيئ نفسه للجلسة الثانية فيما أعتقد. ملتقى الإنشاءات والمشاريع كانت مدته 3 أيام، ركز على نقاط كثيرة جدا في هذا الجانب. أبرز قطاع تعثر المشاريع هي القطاعات التي حاولت أن أضع جوانبها، قطاع المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وقطاع الإسكان وقطاع البلديات. إذا أردنا أن نستعرض ما يدور حول ما يكتب عن تعثر المشاريع نجد أن ما يكتب كثير، فهذه مصدر من تقرير هيئة الرقابة والتحقيق عام 1433 يشير إلى تعثر أكثر من 1000 مشروع معظمها ممول من فائض الميزانية، وعدد المشاريع موجود أمامكم. وأيضا تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تشير إلى بلوغ تكلفة تعثر المشاريع إلى أكثر من 40 مليار ريال سنويا بنسبة الثلث من حجم إجمالي قيمة المشاريع، وكذلك الحال لكثير من الكتابات التي تطرقت إلى هذا الموضوع. ثم صدر الأمر السامي الكريم القاضي بإنفاذ ما رأى مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية وعضوية الوزراء لمناقشة أسباب تعثر المشاريع وإيجاد منهجية لإيجاد حلول لها. وأيضا كانت بنيت على دعوة مجلس الوزراء لضرورة معالجة تعثر المشاريع. إذا نظرنا لمنطقة مكة المكرمة نجد أن هناك ملامح تفاؤلية إصلاحية لدى الأمير خالد الفيصل
دائما يركز كثيرا على هذه النقاط، فهو دائما يشير إلى شعار نحو المجتمع الأول. ثم هناك مشاريع الأحياء العشوائية ومشاريع السيول وغير ذلك من المشاريع. منطقة مكة المكرمة تزخر بمشاريع ضخمة. منطقة مكة المكرمة هي أكبر منطقة في حجم السكان، عدد السكان فيها 7 مليون نسمة إذا كنت دقيقا. من أبرز المشاريع في منطقة مكة المكرمة بالتأكيد مشاريع التوسعة في الحرم المكي، ثم مشاريع قطار الحرمين ومشاريع السيول. كثرت عليها الميكروفونات. ومشاريع السيول التي لازلنا نتذكرها بحزن، ترى الدكان الموجود هناك دكاني والسيارة ذيك سيارتي وما حصلت على تعويضات ترى. ثم تطوير الأحياء العشوائية، هذه أعتقد من منطقة مكة المكرمة، يشير الأمير خالد الفيصل في آخر اللقاء له أن في مكة المكرمة 60 حي عشوائي وفي جدة 50 حي عشوائي. تطوير الأحياء العشوائية هاجس لدى سمو الأمير وإمارة منطقة مكة بصفة دائمة. ثم مشروع إنشاء المدينة الإدارية المتكاملة التي وافق خادم الحرمين الشريفين قبل 4 أيام، وكانت الصحف تغطي هذا الحدث الكبير، وهذا مشروع قديم أيضا كان التفكير فيه جادا من الإمارة. ثم مشروع تطوير منطقة جبل الشراشف، وهو المشروع الذي سيظهر منطقة الشراشف في مكة المكرمة. فهذه بإجمالية عامة عن المشاريع. والآن لماذا الدكتور عبد العزيز الخضيري هو ضيفنا لموضوع تعثر المشاريع؟ يعني لماذا الدكتور عبد العزيز الخضيري؟ أولا الدكتور عبد العزيز الخضيري رجل جمع جوانب كثيرة متعلقة بهذا الموضوع، فهو رجل مهندس يميل للتخطيط الحضري، يتحدث كثيرا في شؤون التنمية. ثم الإمارة ككلها في دعائمها الأساسية وهي الأمن والعدل، الأمن والحقوق والتنمية، نجد أن الإمارة الوحيدة اللي تركيزها كبير جدا على الشق التنموي هي إمارة منطقة مكة المكرمة. الدكتور عبد العزيز هو خلاصة الخلاصة، هو مسؤول كبير عاصر هذه الأمور عندما كان وكيلا لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ثم أصبح ملما بشكل أكبر في التطبيقات منذ أن كان وكيلا لإمارة منطقة أبها، منطقة عسير، وأتى إلى هذه الإمارة إمارة منطقة مكة المكرمة بضخامتها واتساعها، فأصبح في قلب الأحداث. سعداء جدا بوجودكم سعادة الدكتور في هذا اللقاء، ونتطلع للاستماع إليكم على أن نترك فيما بعد اللقاء لتصوير لبعض السائلين، بالإضافة إلى توجيه الأسئلة من القاعة، وهناك ورقة حتوزع إليكم، من يرغب التحدث يشير أنه يرغب التعليق والتحدث، ومن يرغب أن يضع سؤالا يضع سؤالا ويحيله في وقت مبكر، وأيضا نعطي لقسم الطالبات جزءا، ولذلك هي 3+2+1. على البال كل التفاصيل دكتور عبد العزيز، شكرا لك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الإخوة والأخوات الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الدكتور عبد الله، بقيت عليكم، ونقول الدكتور عبد الله ما كان عندي بضاعة أن أستطيع أن أعرضها حتى أتي إليكم، ويمكن كان عدونا دائما رقم واحد أننا سنعمل وسنعمل وسنعمل، فالناس ملت من ساء
فقلت لعلني أتأخر في جيتي للجامعة وآتي بما عملنا وما نحاول أن نعمل. تنمية وتحدياتها قضية شائكة جدا في مجتمع قد يكون الرؤية المستقبلية دائما ما هي من أولوياته. وأخذ لمحة بس الحقيقة دكتور عبد الله جزاه الله خير أخذنا في رحلة طويلة جدا أخذ منها لمحة وهو الإصغار في منهجيتنا الإدارية. لما بالمناسبة أتكلم عن التنمية لا أقزمها في مفهوم العمران بس العمارة يعني في مفهوم المباني أخذنا العمران بمفهوم الشامل مفهوم ابن خلدون له فأنا أتكلم عن كل أبعاد الحياة. في إصرار غريب إنه الدفع بكل أعمالنا نحو الأعلى كل شيء لازم يدفعه فوق فوق إلى أن يصل للملك ثم يقف هناك. وهذه أعتقد أنها قضية خطيرة جدا هروبا من تحمل المسؤولية. يوازيها محاولة قوية لتقزيم دور الأجهزة المحلية لصالح الأجهزة المركزية والأجهزة المركزية أصبحت مثقلة بحجم ما عليها من مسؤوليات فأصبحنا نعاني أكثر في عملية اتخاذ القرار. يمكن لو رجعنا للتفضل بالدكتور عبدالله قبل شوي لتلاحظون أنه كل أعمال تحاول أن تقوم بالأجهزة المركزية لن تستطيع هيئة مكافحة الفساد لو أتيت أفريق سليمان أن تغطي المملكة كلها لمتابعة كل شيء، لن تستطيع وزارة البلديات أن تراقب كل شيء، لن تستطيع وزارة التربية والتعليم أن تراقب أي شيء. ولهذا السبب أنا أعتقد أنه لابد من إعادة نظرة أكثر واقعية لتعاملنا مع مستوياتنا التقليدية. أنا أخاف كثير جدا من تضخيم دور الحكومة على حساب دور الدولة. يعني هناك أول شيء خلط في المفاهيم بين الدولة والحكومة، احنا أيضا في المجال ضغطنا بقوة نحو أن تكون حجم الحكومة كبير جدا وحجم الدولة صغير جدا، وهذا أيضا كان من أهم الأسباب اللي أدت إلى الكثير من المشاكل اللي إحنا نشوفها اليوم. ليش وين الحكومة؟ وين الحكومة؟ طيب وين دور القطاعات الأخرى؟ كيف تعزز من دور القطاعات الأخرى؟ كيف تحقق التوازن؟ لما أتكلم عن الدولة أتكلم عن 5 قطاعات رئيسية هامة: القطاع الحكومي، القطاع الخاص، القطاع الأكاديمي، قطاع المجتمع المدني، والقطاع الإعلامي. إذا 5 ما كانت بنفس القوة وبنفس الإمكانات وبنفس روح التنافس أي واحد منهم يطغى على الآخر يخسر البقية، تخسر الدولة كلها، تخسر البلد. أوروبا وأمريكا أعطت القطاع الخاص الحمل الأكبر فكاد وسع أتوقع يسقطها في حقبة قريبة. يعني أوروبا كلها وأمريكا ترنحت لفترة زمنية من 2008 بعد مشكلة القطاع الخاص ودؤ هيمنته كلكم. أنا أبيع زي اللي يبيع الماء في حي السجايين. فدول العربية أعطت القطاع الحكومي الهيمنة الأكبر فبدأ يسقطها في كثير من دولنا. إذا معناه لابد من التوازن. ومن هنا جاءت الحقيقة رسالة سمو أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل. ما هي الصورة التي يجب أن تكون عليها منطقة مكة المكرمة؟ ماذا نريد لمكة أن تكون عليه بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، بعد 30 سنة؟ هذا السؤال وجه لمجموعة كبيرة جدا من المواطنين والمواطنات، وكان في لقاء وحوار شاركت فيه كل أطياف المجتمع، رجالا ونساء من مختلف القطاعات، شباب وشيب، للإجابة على هذا السؤال: ما هي الصورة التي يجب أن تكون عليها مكة المكرمة؟ هذا السؤال خرج برؤية تنموية انطلقت منها استراتيجية المنطقة وانطلقت منها المخطط الخطة التنفيذية وإلى آخره. أنا بستأذنكم إنه حتى أبدأ أتكلم عن تجربة المشاريع وإدارة المشاريع والتعامل مع المشاريع أن نكون في الصورة الكاملة، لأنه أيضاً أريد أن أخرج من ثقافة نفذ ثم خطط. يعني المجتمع عندنا أصبح عنده كره لقضية التخطيط إلى درجة أنه صار أيضاً يهمش دور الجامعة. لا شك أنك حالة تنظير ما يفهم الدكتور جامعة ما يفهم. يعني هل هذه الصورة اللي أصبحت في الذهن حقيقية؟ ما أعتقد أنه في مكان في العالم نجح إلا بدأ من الجامعة، بدأ من البحث وبدأ بالتفكير قبل أمين التنفيذ. عندنا مشاريع كثيرة وأقدر أسميها، ترى ماني بستحي بأنها تنفذ ثم يخطط لها، يعني built and design، مو design and build. وفي أهم مواقعنا، يعني في أهم مشاريعنا التي لا يمكن أن تحصل فيها الفرصة إلا مرة في الحياة أن تزيل وترجع تبني وتنمم
ولهذا السبب كان لابد أن نقول لا. ماذا نريد؟ ما هي الصورة؟ نتفق، نختلف هذه قضية، نضع الأمر بيننا جميعا، نتحاور، نأخذ برأي الأغلبية، لكن كلنا نشتغل في صورة واحدة. يعني أنا ما أدري إيش الشاشة اللي وراي، الشاشة هذه يعني لو أعطيت كل واحد منكم جزء منها سنتي في سنتي وقلت له اشتغل في هاللوحة، في النهاية لما نجمعها حتيجي تطلع لوحة واحدة كاملة. لكن لو قلت لك واحد روح اشتغل اللي تبغى، واحد رسم لي رأس أسد، وواحد رسم لي ذيل الله يكرمكم حمار، وواحد لي رسم لي رجلين بقرة، جيت بحطهم طلع نسخ. فكانت هذه النقطة الأولى، ما هي استراتيجية منطقة مكة المكرمة، وما هي الصورة التي يجب أن تكون عليها استراتيجية منطقة مكة المكرمة؟ تحريك الجهاز من عندك ولا من عندي؟ ولا أنا من عندي كانوا زعلان علي، هذا عامل اللي فوضعت رؤية واضحة لمكة المكرمة كيف نحقق تنمية متوازنة ومتوازية ومستدامة. أبي زي ما قلت لكم أنا قاعد أشرح لكم ما تفهموه، لكن لابد أن أقول إحنا كيف انطلقنا عشان يجي واحد منكم يقول يا أخي أنتوا ما سويتوا، يعني زي الأطباء أنت سويت أشعة؟ لا. أنا عندي واحد من الأخوان 8 سنوات وهو يذبل مريض وعجز يقول له علاج، ففي مستشفى الملك خالد الجامعي بعد 8 سنوات جاي دكتور ومعها حوالي 15 طبيب امتياز، فكادوا يناظرونه كحالة يعني ميؤوس منها. فأحد الطبيبات لسه أول سنة يعني 101 زي ما نقول في الجامعة المدخل إلى علم الطب، سألت الدكتور قالت له فحصته القمح حساسيته من القمح؟ قال ها لا. قلت خلينا نفحص، فعلا طلع عنده حساسية من القمح. احنا ليه انا اقول الكلام هذا؟ اقول انه لما نتكلم عن استراتيجية لابد ان نقول ما هي رؤيتنا وين بننطلق منها. اول مشكلة تواجهنا في اي عمل هو التركيز التنمية في مدن محددة، مما يضطر سكان المدن والقرى الاخرى من الهجرة الى هذه المدن، تبدا مدننا تتضخم. في الستينات والخمسينات كانوا يعتقدون المدن المليونية هي مدن الرفاهية، اليوم هي مدن المصائب، يعني كل المشاكل الاجتماعية والأمنية والبيئية والتنموية والعملية وكل شيء صارت تتركز في المدن المليونية. فما إذا ما التفتنا لبقية محافظات ومراكز المنطقة معناها ما حققنا التنمية اللي نرجوها. عندنا نتكلم عن قضية الاستدامة، فكلكم عارفين ماذا نعني بالاستدامة، أنه لا تحملني مشروع ضخم يصعب في يوم من الأيام إدارته وصيانته وتحقيق ما نستطيع أن نحققه له من تنمية. أنا بعطي مثال صغير على هالموضوع. الآن كثير كل مو كثير آسف الطرق اللي نفذت في مدننا في مكة المكرمة مثلا ما فيه ولا أرض تملكها الأمانة لاستثمارها وتستفيد من عائد استثمارها للرنينج كوست للصيانة وما في حكمها. أنا اشتغلت كمستشار لحكومة لبلدية وستمنستر سيتي اللي هي قلب لندن زي ما نقول في جدة بلدية البلد، إكسفورد ستريت وريجنت ستريت والبوند ستريت توتنهام كورت رود المنطقة هذه، فائض استثماراتها لصالح البلدية قبل 6 سنوات أكثر سوري 11 سنة يأسر علي 4.8 بليون دولار باوندز، هذه فائض استثمارات للبلدية. إحنا اليوم ما عندنا هذه الاستدامة في مواردنا في استثماراتنا في توطيننا لمشاريعنا. اليوم إحنا على دولة منتجة للطاقة، إحنا على دولة منتجة لتحلية المياه، اليوم دخلنا سوق النقل العام للقطارات، اليوم مرصود أكثر من 500 مليار ريال في الإنشاءات، ولا مشروع من هذه المشاريع وطلنا من خلالها إنتاج قطع غيار فرص عمل؟ لا. منها بالمناسبة وهي قضية هامة جدا، اليوم احنا بدأنا ننشر الجامعات، كل الخوف انه الجامعات هذه بكرة تخرج شباب في المحافظات والمراكز، هؤلاء الشباب ما لقون فرص عمل فتكون هجرتهم أعلى للمدن الرئيسية بحثاً عن فرص عمل. فمعناها أن عندك منظومة متكاملة. هذه المنظومة وضعناها في استراتيجية منطقة مكة المكرمة، الموارد المالية كيف نوجهها، الموارد البشرية والموارد التقنية. أيضاً وضعنا رسالة لنا نتمنى ولنا الحق أن نتمنى ذلك، أن تكون مكة المكرمة نموذجاً مشرقاً ملهماً للعالم أجمع، سواء داخل المملكة في العالم العربي عالمنا الإسلامي والعالم أجمع. ألا نملك القدرة؟ نعم نملك القدرة. عندما قال سمو الأمير خالد نحو العالم الأول هنالك من تمسخر به، وهي قاعدة ذهبية دائما، يعني ما في صاحب فكر جديد ويجد الورد في طريقه.
كل قال والله خالد الفيصل بيغربنا بيشرقنا بيودينا، بينما كانت النقطة واضحة، نملك كل الأدوات التي تجعلنا في مصاف الدول المتقدمة، فلما لا نكون نقدم نموذج لتنمية منطقة مكة المكرمة ونجعلها بإذن الله سبحانه وتعالى هي النموذج. وضعت هي مجموعة من الأهداف لرؤية المنطقة حتى تستطيع منطقة مكة المكرمة أن تتفاعل مع القطاعات العاملة معها. عندما نتكلم عن القطاع الإعلامي فمعناه لابد من شراكة الإعلام، عندما نتكلم عن القطاع الأكاديمي لابد من شراكة القطاع الأكاديمي. وبما نحن في حاضرة من الحاضنات الأكاديمية، اليوم احنا عندنا في منطقة مكة المكرمة 5 كراسي علمية بالتعاون مع الجامعات، جامعة الملك عبد العزيز، جامعة أم القرى، جامعة الطائف، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود. كل واحدة من هذه الجامعات احتضنت كرسي من كراسي برنامج تنمية منطقة مكة المكرمة حتى نعضد العمل العملي بالعمل الأكاديمي، البحث والدراسة والتقصي وإلى آخره. ولهذا كانت الرؤية قوية جدا. أيضا في جانب تفعيل دور المجتمع، اليوم عندنا واحدة من أكبر الحاضنات للشباب، ملتقى شباب مكة يشارك فيه أكثر من 650 ألف شاب وشابة تطوعا في أكثر من 15 برنامج لبناء الكفاءات. هدفنا الرئيسي كان ليس أشغلهم لا يشغلونك، ثقافة أشغلهم لا يشغلونك، لا، استثمر فيهم، تعرف عليهم، عرفهم بأنفسهم، تعامل معهم، ادفعهم نحو الإبداع. وهذه الحقيقة شراكة مع وزارة التعليم العالي، مع وزارة التربية والتعليم، مع هيئة السياحة، مع وزارة الإعلام، من نسيتهم مع وزارة البلديات، طبعا أنا بنسى بعضهم فيعذروني، لكنها عمل جماعي مشترك للارتقاء. تحت مظلته عندنا 7 برامج رئيسية، برنامج يهتم بالأسر المنتجة، وأبشركم اليوم احنا عندنا مشروع كبير جدا صنع في مكة، إنتاج حقيقي. أنا كنت أتمنى أن يجيب معي شنطة مليانة أشياء عينات، بس كنت أخاف أجي هنا يقولون هذا جاي فاتح له بسطة، وممنوع البسطات المتحركة نمنعهم، ولكن بس ودي أوري نماذج بأنه في محاولات جادة. عندنا عدد كبير جدا من الأسر التي تستطيع أن تكون منتجة، ومنتجة بما ينافس في السوق التجاري، ليس عاطفي، يعني ما هو شوية خزف ولا شو، لا، شيء فعلا إبداع، وأستطيع أن أسوقه وأفتخر أن يكتب عليه الصنع في مكة. فهذه من التجارب الحالية اللي حاولنا أن نعملها. طبعا مهم جدا كما قلت في بداية الحديث أن نخطط أولا ثم ننفذ ثانيا وليس العكس. ولهالسبب رسمت الرؤية الاستراتيجية لمنطقة مكة المكرمة على 7 أهداف رئيسية في تحقيق رؤيتها. طبعا كان الرأي والتوجه أنه يجعل الجميع شركاء معنا في التنمية، لا نهمل أحد، حتى اللي معارض ولا يحب يعارض، يعني الناس نوعين أو أكثر، لكن أنا أعرفهم بنوعين، نوع معارض للإصلاح وتعرف من لغته ومن طريقته ومن حواره ومن طرحه أنه يبحث، يملك فكر ويحاول أن يوصله ويناقش ويندفع نحو فكره، وهذا الحقيقة كلنا نرحب به. وفي معارض ناجي المعارض عشان يقول أنا هنا أيضا، نقول لا تخسروا، خلوا السفينة نوح عليه السلام تشيل، كل من يرغب أن يركب في السفينة إلا زي ولده أصر أنه ما يركب في السفينة، لكن إذا ركب في السفينة أنا أقول للأخوان دائما بيكون على 3 بيوت، واحد بيجدف معك ويشيل معك يدف معك سفينة كذا تحطه على راسك لأنه بناء، واحد يبي تربع وش سويتولي وش وديتوني وين قلتوبي وين جلتو، هذا قلت لهم هذا قربنا من أول جزيرة ننزل فيها، والثالث معارض ما أبي جدف، أنت بتمشي تطلع من هالبحر المتلاطم وهذا يدفك رجعك، دور وين منطقة سمك القرش، نقول لكم إياها يا سمك القرش، هذا هدية منا لكم خذوه، لأنه ما حيقدر يبني. ليه؟ لأننا نمر بكل أمانة بفرصة غير طبيعية في المملكة العربية السعودية اليوم، نملك كل مقومات النجاح. أنا أقول للزملاء لا يضيعون هللة ولا ثانية في مكة اللي استثمرناها، لأنه زينة ميزانيتنا في المملكة أنك تقدر تأخذ من جيرانك. وزارة النقل الملك عبد الله الله يحفظه يقول لهم أصرفوا للوزارة، فوزير النقل مثلا لو استطعنا في مكة نصرف كل فلوسنا اللي مخصصة لنا في وزارة النقل
هو يبغى يصرف الميزانية، هو وده في نهاية السنة يجي صارف 110%. فإذا تعثرت منطقة ما حولنا، ما حقول أسماء بعدين يزعلون مني، فإحنا نقدر نسحب منهم. يعني لما نكون محددين مشاريعنا، قالوا لنا والله لكم 100 مليار نفذوا مشاريعكم، قدرنا نخلصها نقدر، ويكون عندنا أوريدي في قائمتنا احتياط مشاريع احتياطية مدروسة وجاهزة نستطيع نطرحها. معناها أنه ممكن تكون ميزانية وزارة النقل 110% أو 120% في منطقة مكة المكرمة. وهذا هو تحدي حقيقي جدا سأتكلم فيه عندما أتي لمعوقات تنفيذ المشاريع. طبعا احنا قلنا المنهجية هي إيجاد شراكة مع الجميع، وهدف سامي كان أساسي لعمل فريق متكامل متجانس بروح العمل المؤسسي المتكامل. عملنا مرتكزات أساسية لاستراتيجية منطقة مكة المكرمة. أنا برجع ثاني مرة وأقول لكم سأخذكم، لأن الشباب أعطوني وقت جيد للحوار، فقلت خلوني أخذكم من بداية الرحلة حتى تكون شركاء في الفكر. أنا متأكد أن كثير منكم سمعوا الكلام هذا وناقشوا الكلام هذا، لكن أيضا ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنا دائما أقول للزملاء القرآن 604 صفحات، في بعض القصص كررت عشرات المرات للتذكير والتذكير والتذكير، فالتكرار مو عيب. وصحيح أن يعلم الشطار مو بيعلم الآخرين، فلا يعيب الواحد أن يكرر ما يطرحه حتى يؤكد على توجه معين. 6 مرتكزات بنيت عليها استراتيجية منطقة مكة المكرمة، أن تكون الكعبة المشرفة هي الأساس والمنطلق للرؤية التنموية. لو تخيلنا كذا كل واحد منكم يغمض ويتخيل نفسه مركي على مقام إبراهيم ويشوف الطائفين كيف حركتهم، كيف علاقاتهم، وش أشكالهم، وش أعمارهم، وش صحتهم، يجد أنهم من مختلف أطياف المجتمع، الرجال والنساء، السعوديين وغير السعوديين، الكبار والصغار، الطيبين والمريضين، كلهم متعلقين بشيء واحد. نترك الشواذ منهم لأن الشاذ يؤكد القاعدة، كلهم متعلقين بعمل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. كيف تستطيع أن تجعل من هذه المبنى ملهم لك في رسم استراتيجيتك؟ وبدأنا فعلا ننطلق منها في هذا المجال. كان المرتكز الثاني بناء الإنسان، وهذه نقطة كانت مهمة جدا في استراتيجية منطقة مكة المكرمة. احنا اعترفنا قلنا انه اكبر مشكلة واجهت التنمية في المملكة اهتمينا بالشارع وبالمبنى وتركنا الانسان. فاصبح المستخدم لكثير من مشاريعنا لا يقدرها. فقلنا لابد ان نهتم ببناء الانسان ونركز على عدد كبير جدا من البرامج سنتطرق لها ان شاء الله بشكل سريع في المرتكز الثاني وبناء الانسان. كان المرتكز الثالث هو تنمية المكان. دراسة المعوقات البنية التحتية، ما هي معوقات البنية التحتية؟ ما هي متطلبات التنمية المستقبلية؟ ما هي احتياجات المجتمع المستقبلية من أجل تحقيق تنمية متوازنة للإنسان والمكان؟ المرتكز الرابع كان تحقيق استدامة التنمية، وهذا انطلق من مخطط، وضع مخطط إقليمي لدراسة كامل المحافظات والمراكز بمنطقة مكة المكرمة حتى نحقق من خلاله الاستدامة. المرتكز الخامس كان أنه نجاح هذه الاستراتيجية مبني على الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص. يعني لا نجعل من القطاع الحكومي هو اللي نفذ المشاريع وهو اللي يوظف وهو اللي، لابد من شراكة القطاع الخاص. وضع من بداية الاستراتيجية أنه يكون الشراكة 40-60 بين القطاعين. المرتكز السادس هو مواكبة المرحلة الانتقالية، يعني كيف ننتقل بمجتمعنا من خلال أنظمتنا من خلال برامجنا إلى العالم الأكثر تحضراً، كيف نرتقي بمعاييرنا، معايير القياس. أنا كنت في لقاء مع الزملاء قبل ما نجيكم هنا نتكلم عن المعايير الأكاديمية، عن كم أستاذ في الجامعة يقابله كم طالب، فهل نأخذ بالمعايير الدنيا ولا نأخذ بالمينيموم ولا الماكسيموم؟ يعني الواحد دائماً يخطط للماكسيموم ويحاول يشتغل على الأفريج، ما حقول المينيموم. فكانت هذه أيضاً دفع بنا نحو هذا التفكير الإيجابي. أنا اسمحوا لي بس هنا بطيء بس أسرع شوي عشان أوصل لنقطتنا، لأن أنا شايف إنه في ما شاء الله أكثر من 10 أشخاص هذول المحققين زين، وبعد كذا عاد ما شاء الله الباب مفتوح. أنا كنت ببدأهم بالمناسبة قبل ما أبدأ، كنت بسأل مع سيرتهم عشان أجاوب عليها. طبعا زي ما قلت بنية المحاور الأساسية لاستراتيجية المنطقة على محور بناء الإنسان، محور تنمية المكان، بعدين محور القطاع الحكومي، ومحور القطاع الخاص. وكل واحد من هذه المحاور الأربعة وضعت له ضوابط ومعايير حتى تحقق تكامله
فيما بينهم. كان في القطاع الحكومي أنه لابد من إعادة النظر في دور المؤسسة الحكومية وأجهزتها وأنظمتها وهيكليتها حتى تستطيع أن تكون قادرة على مواكبة التغير اللي يرسل لمنطقة مكة المكرمة. وبناء عليها قال الأمير خالد خلونا نأخذ مكة المكرمة، أمارة منطقة مكة المكرمة نموذج نطبق عليه. يعني ما هروح أطالب وزارة البلديات ولا أمانة جدة ولا أطالب أمانة مكة العاصمة المقدسة أو إدارة النقل، سأخذ الأمارة وأطبق عليها هذا النموذج وأشوف هل ممكن ينجح. إن نجح في أمارة مكة وهي الأصعب سينجح في بقية القطاعات. وبناء عليه عملت هيكلية متكاملة لإمارة منطقة مكة المكرمة، بنيت على 6 مرتكزات أساسية. لكن قبل ذلك تغيير ثقافة الإمارة، يعني أول الإيمج لو أكلم واحد فلان والله بكرة تجي الإمارة لا حول ولا قوة إلا بالله أنا إيش سويت، ويرجع لي الملف وإيش سويت وإيش قلت من كلمت، أكيد إني والله كتبت أمس تغريدة ما كانت يوم سنة، والله أكيد إني أمس كنت بريت على، يعرف الفكرة في ذهنه إنه رايح لمعتقل. لكن لابد أن نغيرها من ضبط وإحضار إلى بناء وتنمية. كيف نغير هذه الثقافة؟ كيف نجعل من إمارة منطقة اللي هي سميناها بيت المواطن والمقيم بوابة للدخول؟ حتى بالمناسبة كان أول قرار سواه الأمير خالد شال كل راح وقيل دفاع مدني. إحنا وياهم كنا في مشاكل ومع الأخوان في الأمن العام، شلنا كل الخرسانات تذكرونها ولا لا؟ اللي على الأمار قال الأمير خالد ما أبغى أشوف ولا أبغى الواحد لجل الأمار يحس إنه داخل الإكسز اللي مقابلتنا والأزيان بعد. على نحن ويا أخواننا ترى في الأمن في صراع، ما أقول لهم ولا أسكت، يعني في صراع لا لابد من التفتيش لابد من، وإحنا نقول لهم لا يا جماعة الخير خلوا على. فشال كل الخرسانات اللي كانت محيطة بنا، قال حتى أعطي الراحة، أبغى الإنسان لما يجي يحس إن هذا بيته، يعني يستطيع إنه يعرف إنه ملجأه بعد الله سبحانه وتعالى هو أمير المنطقة. فغيرت ثقافة الإمارة من ضبط وإحضار إلى بناء وتنمية، وبناء عليها أعيدت هيكلة الإمارة بستة قطاعات رئيسية. قطاع الحقوق، وإحنا ما نختلف أبداً عن أهمية الحقوق وحمايتها وصيانتها. وبالمناسبة يعني لما بدأنا في المشروع هذا وجدنا أكثر من 31,000 حكم صادرة واجبة النفاذ لم تنفذ، وبشركم الحمد لله اليوم أقل من 1400. طبعاً 31,000 هذه قبل عام 31 أو قبل عام 30 من مراجعتنا اليوم أقل من 1400 حكم غير منفذة لأسبابها. في شيء صاحب الحق الخاص ما له رغبة في التنفيذ، يعني صدر له حكم بس ما يرغب في التنفيذ، شيء في مرحلة استئناف، شيء في مرحلة يعني الشخص اللي عليه الحكم غير موجود في المملكة إلى آخره، يعني في معوقات لتخرج عن مسؤوليتنا. القطاع الثاني كان أهمية الربط بين الموارد البشرية والموارد التقنية، الـ Human Resources والـ IT. دائما كان في خطأ شنيع في مؤسساتنا، يعتقدون شؤون الموظفين هي المعنية بالموارد البشرية، بينما ليس صحيح. الموارد البشرية وبنائها شيء مختلف عن إدارة الموظفين، شؤون الموظفين، انتداباتهم وخارج دوامهم إلى آخره. ولسبب كان أهمية أن يكون في إدارة معنية بالموارد البشرية والتقنية، التدريب والتأهيل والتكامل بين التقنية وبناء الإنسان نفسه. القطاع الثالث، وإحنا دائما نقول التنمية عنصر أساسي، لأنه هو الأمن جنب بعض، فإحنا نقول دائما التنمية والأمن وجهان لعملة واحدة. لا يمكن أن تنمي بدون أمن، ولا يمكن أن تحقق الأمن بدون تنمية. يعني اللي ما عنده شيء يخسره ما يهمه أحد، واللي عنده شيء يخاف عليه يحرص على التنمية، يحرص على الأمن. فهذه القضية يعني بدينا نركز عليها بشكل أساسي. ثم طبعا قطاع إحنا نتميز فيه في منطقة مكة المكرمة عن غيرنا، وقطاع الحج والعمرة، وهذا القطاع أساسي كان في الهيكلة. ثم القطاع الاستشاري. طبعا أنا أدخل على طول على موضوع المشاريع ودراستها، لأنه لما انهينا الاستراتيجية وانهينا الخطة وعدنا الهيكلة وضعنا مخطط إقليمي وترجمناه إلى خطة عشرية، في 10 سنوات ماذا سنعمل، ماذا سننجز، ما هو المطلوب منا خلال 10 سنوات؟ وهذه عن طريق مجلس المنطقة طلبت الخطة العشرية متكاملة لكل القطاعات الخدمية والقطاعات التنموية والبرامج والتدريب والتأهيل في كل المجالات. يعني كل القطاعات اللي تكلمت عنها قطاعات الدولة وليس قطاعات الإمارة، وضعنا لها خطة ومنهجية. طبعا وضعت برنامج متكامل
للخطة العشرية، حددنا ماذا نريد، وش وضعنا الحالي، وش احتياجاتنا المستقبلية، ما هي الفجوة الموجودة بين ما نريد وما يمكن أن يقدم، من يستطيع أن يقدم، هل المصدر هو يبقى نستمر في صنبور واحد وزارة المالية، في فلوس يعطونا ما في فلوس حنام، زي ما تعرفون من عام 1405 أو 1985 العام 2005 21 سنة كان تقريبا زيرو ميزانية، ما كان عندنا بدائل تمويل، يعني مصدر واحد للتمويل وانتهينا. وزارة المالية ما في فلوس، ما في فلوس، يعني كان في سنوات تمر لا تستطيع وزارة المالية أن توفر راتب 9 أشهر في الميزانية الواحدة، وتذكرون بعض السنوات مرت بدون ميزانية. هل التوجه هذا يجب أن يستمر ولا يجب أن يبحث عن مصادر تمويل أخرى؟ كان هذا النقطة الحقيقة طرحت للنقاش، وإن كنا في فترتها في نقاش وإحنا في عز الحمد لله ارتفاع معدلات الدخل في المملكة، لكن ومع ذلك كنا نبحث ما هي البدائل التمويلية المطلوبة. من الدراسة وجد أنه في حاجة للعشر سنوات اللي تبدأ من 1430 إلى 1439 نحتاج إلى 278 مليار. الحمد لله أنهينا الخمس سنوات الأولى، وبشركم أنه تجاوز ما اعتمد لمنطقة مكة المكرمة 700 مليار. يعني إحنا كنا طالبين 278 مليار لعشر سنوات، ما اعتمد أكثر من 700 مليار، خارجة منها كل مشاريع الحرم ليست داخلها، لا بناء الحرم ولا توسعة المطاف ولا الإزالات ولا التعويضات ولا شيء، هذه خارجة منها، كل شيء خاص بمدن منطقة مكة المكرمة من غير مشاريع الحرم وأيضا من غير مشاريع المشاعر المقدسة. يعني هذه لها ميزانية مستقلة، وإحنا بالمناسبة كنا مصرين أنه لا ترتبط المشاريع مع بعضها، يعني لا يجي أحد يقول لي والله إحنا صرفنا على مكة المكرمة 600 مليار بس تقريبا 300 مليار منها راحت للحرم والمشاعر، نقول هذه لخدمة جزء ليست لخدمة مثلا مدينة مكة المكرمة، إحنا يهمنا ساكن مدينة مكة المكرمة ما هو نصيبه من ميزانية الدولة وليس نصيب المدينة من ميزانية الدولة، وكانت هذه نقطة واضحة في حوارنا. إنشأنا إدارة معنية بمتابعة المشاريع تنطلق من المجلس المنطقة، من المخطط الإقليمي، من الخطة العشرية، وتهتم بهذا العمل. بدأنا نؤسس نظام تقني متكامل، الربط مع كل القطاعات المعنية الأساسية والحيوية، ماذا يجب أن تعمل، ما هي أهداف، حددنا طبعا أهداف الإدارة، وبدأنا نعمل في رصد المشاريع بعد ما وضعت استمارة متكاملة مربوطة آليا مع الجهات المختلفة. الملفت للنظر بالمناسبة أنه لما حاولنا نتعامل مع الأجهزة المركزية وجدنا أن وزارة المالية عندها قائمة مشاريع مسميات تختلف عن اللي موجود في ديوان المراقبة، مختلف عن اللي موجود في الإدارات الحكومية. المشروع يعني نجي نشوف مشاريع عام مثل 32 تجد هنا مسمى وهنا مسمى وهنا مسمى مختلف، هنا ميزانية وهنا ميزانية وهنا ميزانية مختلفة. فبدأنا نوحد الجهود، قلنا لهم تعالوا نشتغل مع بعض، نخلوا نشتغل فريق واحد بين الأجهزة المركزية والأجهزة المحلية، يعني ديوان المراقبة، هيئة الرقابة، وزارة المالية، أنه تعالوا نشتغل مع بعض لتوحيد هذه الجهود. وبشركم الحمد لله يعني قطعنا فيها شوط طيب، أنشئ من خلالها مركز متكامل لإدارة المشاريع. الآن إحنا نضخم في هذا المشروع أن يكون هو إدارة الأزمات والكوارث، متابعة المشاريع، متابعة تنفيذ الأحكام، إدارة التنمية، مراقبة الأداء، تحقيق الجودة في الأداء. هذا المشروع الآن نفذت المرحلة الأولى منه، وإن شاء الله بعضكم يحصل له أنه يزوره في منطقة مكة المكرمة. بنهاية هي الأربع سنوات الأولى من تكليف الأمير خالد الفيصل الأمير لمنطقة مكة المكرمة، قلنا له سمو الأمير اسمحنا نعمل مراجعة، ماذا أنجزتم وأين أخفقتم ولماذا؟ أربع سنوات وش سوينا فيها؟ فكلف فريق عمل من 1700 شاب وشابة من أبناء منطقة مكة المكرمة، من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، من تخصصات مختلفة، فريق محايد، قلنا لهم اجلوا ميدانيا اعملوا مسح كامل. هذا المشروع بديناه حق المتابعة، لسه يعني في الحاضنة، ما بعد نما، يحتاج منكم جهد ووقت كبير جدا. يقول لك خمس دقائق، انت قلت لي 12:30، خمس دقائق حط جنبها صفر تكفى الدكتور، حط صفر جنبها، اول مره احط الصفر على اليمين ترى ما احبه على اليسار،
طيب ولا كان جوالاتنا تبدا بصفر لكن ما عليه. الفكره كانت انه نعرف اين الخلل. كانت مفاجاه للامير خالد الفيصل حقيقه، لانه والله العظيم لم يتابع ولا يعلم عن ماذا سيعرض الا في يوم الاجتماع، ويوم الاجتماع هو اجتماع مجلس المنطقه، ومجلس المنطقه كم واحد منكم يعرف نظام مجلس المنطقه والاعضاء؟ جميل، يعني 2 من 100، 3 من 100، 4 من 100. مجلس المنطقة ممثل منه مدراء إدارات الحكومية في المنطقة وبعض رجال الأعمال وبعض الأهالي. قلنا للأمير خالد فيصل مدام نحن الآن سوينا تجربة جديدة، هو ما يدري إلى الآن والله العظيم لا يعلم ماذا نعد له. قلنا له ليش ما ندعو سمو وزير الداخلية، كان يومها الأمير نايف رحمه الله كولي عهد، لأنه نظام المناطق يقول إنه لوزير الداخلية ليرأس مجلس المنطقة إذا كان موجود يعني في مجازة في المنطقة. قال أمير خالد والله فكرة كويسة. طيب أمير خالد إيش رأيك لازم كم وزير معه؟ مثل من؟ طبعا هو ما يدري إحنا حاطين قائمة الوزراء اللي عليهم مشاريعهم وملاحظات، فـ 11 وزير جو. طيب طبعا كل ما نقول الأخوان في هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة وهيئة الرقابة ويجون برضه ندعوهم، قال والله فكرة زينة. طيب ترى مكورة ما ندعو عدد أكبر من الأهالي ومن رجال الأعمال من الجنسين الرجال والنساء الحضور؟ قال والله زين، شو أنتم تحطونهم؟ قلنا هذا أمر ميسور، حطيناها في قاعة في الهيلتون، سويناها زي البرلمان، رأس السمو الأمير نايف، الكل جاي متوقع. إحنا بنقعد نقول والله أنجزنا وأنجزنا، بدأنا أين أخطأنا ولماذا؟ فكان نقطة اللي أثرتها في الاجتماع إنه الإنجاز اللي ما يبرز نفسه ليس إنجاز. الإنجاز ما يحتاج تتكلم عنه، الناس ما عاشته وشافته فليس إنجاز، لكن أين أخفقنا؟ لأنه مهم أن نعرف أين أخفقنا حتى نصلع من مرحلتنا القادمة. المرحلة الحقيقة طويلة، اسمحوا لي بس على 5 دقائق الدكتور عبد الله إني أسرع. عملنا كل المثل اللي أنتم تعرفونه كأكاديميين وكباحثين وكمتخصصين، معلومات الكمية والمعلومات الكيفية والاستطلاع الإلكتروني وورش العمل والمسح الميداني واللقاءات والحوارات، ووزعنا عملنا على 9 قطاعات، قطاع اقتصادي، قطاع النقل، قطاع الصحة، البنية التحتية، التعليم العالي، التعليم العام والتعليم المهني، الشؤون العامة، البلديات والقطاع الأمني. خرجنا بوقت صرف 1584 ساعة عمل، 198 يوم عمل، 24 ضابط اتصال مع كل القطاعات، 1700 عضو فريق عمل متخصص، و9 أشهر من المتابعة والتقصي للخروج بعرض متكامل. طبعا هذا كان الاجتماع، هنا الأمير نايف رحمه الله كان يدشن الرؤية التنموية لمنطقة مكة المكرمة. قلنا هذه هي اللي نبغاها انطلاقة حقيقية بعد نضوج الفكرة التي نسعى من أجلها. هذه عدد المشاريع اللي تم مراجعتها. طبعا احنا ما تم مراجعته 3700 مشروع، حددنا منها 2264 مشروع كان فيها مشاكل مختلفة. طبعا سأمشي عليها بشكل سريع، ما احنا محتاجين نعرفها الآن، مضى عليها 4 سنوات. خذنا كل قطاع بحالته متكاملة، قطاع البلديات، قطاع التعليم العام، قطاع الشؤون العامة، قطاع الصحي، قطاع التعليم العالي، قطاع البنية التحتية، قطاع النقل، قطاع الاقتصادي، وحددنا وش المشاريع اللي أنجزت وحددنا المشاريع الغير منجزة، وخرجنا بما يلي. ايش أسباب التعب؟ أول مفاجأة كانت لنا هي المجاملة بين المسؤولين. سبب رقم واحد في تعثر أكثر من 2264 مشروع كانت المجاملة بين المسؤولين. ما أحد يبغى يتصادم مع أحد. ليش تصادم؟ ليش أسأل إكس وواي؟ طريق تكلفته حوالي 6 مليار ريال متعطل لسنوات، لأنه في إدارة مبناها جاي في طرف الطريق، المسؤول عن الإدارة هذه يقول لمدير الطرق يا أخي نقلوا، بقى عندهم غرفة أصلا أسفل نص ربع هذه يمكن، شوية مشوية ملفات، قال لا خلها بعد الحج، احنا كنا في شهر رجب، لا في رجب تقريبا، يعني قد 6 شهور انتظر. طبعا اتصدم معي مستشفى 500 سرير منتهي، غرفة الكهرب هم طالبين 4-5 في 6، المستشفى نفذ 4.5 في 6، ناقص نص متر، رافضين الكهرب، تقول لا ما أصلح نستلمه، والمستشفى يقول تجي تشوف المعاملة الكبرى، مكاتبات كتبنا لكم، كتبتوا لنا، وكتبنا لكم، كتبنا ليه لانك قاعد يقول لك اخي ما ابغى، وش ازعل فلان راح اشتكي ولا اتكلم، لا.
ولسبب أزعجت الكثير في ذلك اللقاء الجميل رحم الله الأمير نايف عندما قلت اسم الأمير لعلي أذكرك بمقولة ألكسندر ذا جريت: أنا لا أخشى من جيش من الأسود يقوده خروف، لكنني أخشى من جيش من الخراف يقوده أسد. إحنا مشكلة نفسه اختيار القيادات التنفيذية. طبعا الأخوان للأسف بعضهم فسروها، حتى أحد الأخوات دخلت لاجتماع جابت معها برسيم تقول إحنا الخراف يقول عنهم عبد العزيز الخضير. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، فكتبت مقالة عن الفكرة، ولأنها أخطأت فما حاولت والله أن يكون مجامل، فقلت اللي دخل يحمل برسيم فقد حدد من أي الفئات هو، وإن كنت أعتقد أنها بقرة بأمانة. لأنه إذا ما تكلمنا وقلنا أين الخلل لن نعرف الداء. الطبيب اللي يخونك وتجيله، أنا عندي واحد من الزملاء الآن يودع في حال في مرحلة احتضار قبل 8 شهور، كان يشتكي من ألم في الحلق، فقالوا الدكتور ربد التهاب، يعني التهاب في الصدر بسيط، طلع كانسر، كان ممكن يستدرك قبل 8 شهور أو 9 شهور أو سنة، لكن لأن الطبيب خان أمانته فوصف له. فكانت لابد أن نقول أنه عندنا مشكلة ضعف المقاولين سواء في الملاءة المالية أو الخبرة الفنية، والأسوأ في إدارة الهيومن ريسورس داخل هذه الشركات. كل من يقود هذه الشركات أغلبهم غير سعوديين، ولكم التفسيرها أنتم كيف ما تشعرون. كيف تستطيع مثل هذه الشركات أن تستطيع كفاءات سعودية؟ وهذا الكلام قيل في ذلك اللقاء. انتقال العمل من مقاول الباطن إلى الباطن إلى الباطل، مشروع قيمته 100 مليون يعطى 70 مليون ثم يعطى 50 مليون ثم يوصل لبو 10 مليون أو أقل، وش يأخذ الريح من البلاط ولا العريان من المتزر؟ فكانت عندنا مشكلة حقيقية، ضعف الكوادر الفنية والهندسية في القطاع الحكومي. القطاع الحكومي اليوم أصبح قطاع طارد للكفاءات. كنا من أول نتنعوش شوي من الجامعات وخربوا علينا الجامعات، زادوا إمكاناتهم المادية، فما حتى الجامعات كانت حكومة أعوذ بالله نبغى بهم. فمعناها أن عندنا خلل في المراقب، صار اللي يراقب يمكن يراقب كم يجيله، ما يراقب كم ينجز. أيضا ضعف الكادر للمقاولين نتيجة ضعف الرواتب، لأنه لما يصل المشروع قيمته 100 مليون إلى 10 مليون فتوقع أنه اللي كان راتبه 50 ألف حيكون راتبه 3000 مشرف. أيضا هذه كانت مشكلة حقيقية. عدم جاهزية المواقع للبدء العمل بعد الترسية، كثير من المواقع ما تكون جاهزة وترسى المشروع ثم يدخل في مشكلة تجهيز الموقع ومدى جاهزيته وخلوه من الشوائب والادعاءات والقصة الطويلة اللي كلكم تعرفونها. أيضا عدم اكتمال تصاميم المشروعات يؤدي إلى زيادة التكاليف، تعدد الاستشاريين والمقاولين في المشروع الواحد. أعطيكم نموذج مشروع النقل العام في مدينة مكة المكرمة، 4 جهات تتعامل معه: وزارة النقل قطار الحرمين، وزارة البلديات قطار المشاعر، مجموعة بن لادن النقل من الحرم إلى خارج الحرم بالقطارات، النقل العام في هيئة تطوير مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة. لا تصدقون لو قلت لكم أنه 4 مشاريع للنقل العام بالقطارات لا تتعامل مع بعضها في الأنظمة. هذا ما أخذ نظام إسباني، وهذا ما أخذ نظام فرنسي، وهذا ما أخذ نظام إيطالي، وهذا ما أخذ نظام ذكرت كوميونيكيت ودي تشارك الفريكونسي حقتهم، يعني هذا القطار جاي كده وهذا جاي ما طب كيف يمشون الطرق؟ مقاولين مختلفين، استشاريين مختلفين. فتخيل الطريق الدائري الثالث في جدة في مكة، آسف أنا بستخدم مكة نموذج لأني شرفت قبل 6 أسابيع أني أساعد في إعادة تطوير هيئة تطوير مكة، وأنا اشترطت أنها سنة واحدة. الطرق، الرفع المساحي، كل استشاري مستخدم نظام مختلف، اللي مستخدم جوجل واللي مستخدم إيرثكويك واللي مستخدم الرفع المساحي التقليدي. اللاينز مختلفة، يعني تخيل طريق هذا ينفذ جزء منه هذا ينفذ، يعني السرعة عشان يخلصون أسرع وزعت المشاريع بين 5-6 مقاولين، فكل واحد كان لابد من توحيد هالجهود، ولهذا السبب كان لابد من اكتمال التصاميم. طبعا أم المشاكل بكل أمانة اليوم اللي صارت مشكلة ما تدري من تحاسب، من هي المرجعية في مكة المكرمة؟ لا تقولوا لي الأمارة، أقول لكم الأمارة، فأي قلتها بالمناسبة
في لقاء تلفزيوني منزوعة الدسم. إذا ما في مشاكل أول واحد يقول إيش دخل الإمارة؟ هو مدير جامعة الملك عبد العزيز. إيش دخل الإمارة في الجامعة؟ إذا صار مشكلة قال حقنا يا أمير المنطقة. فأنا قلت أنا طبعا أقول لكم ليش الجامعة؟ شو لا تقولوني في الجامعة وجامعتكم؟ إيش بيزعلوا الإخوان في النقل النقل النقل؟ إذا في ما في مشكلة إيش دخل الإمارة؟ في مشكلة وين الإمارة؟ ترى بالمناسبة من أعلى سلطة إلى أصغر مواطن. ولها السبب لابد من وجود مرجعية ومحاسبة. إذا قلت أنت يا أمير المنطقة مسؤول ميدانيا متابعيا فأنت لازم تحاسبه، ولابد أن تضع برنامج عقابي. إذا أنت مسؤول لكن لابد تحدد. اليوم المرجعية ضايعة، ما في مرجعية، وهذا السبب وجدنا أنه كثير من المشاريع ضايعة بين الأجهزة المركزية، مخاطبات، مدير الفرع في المنطقة يكتب لجهازه وجهازه يعني قصص لو تشوفوها. بالمناسبة الكلام هذا اللي نقوله كله موثق في أكثر من 6500 صفحة بالتفصيل الممل، دروس مستفادة في هذا المجال. هذه كانت الحقيقة لمحة سريعة. خرجنا بحزمة من التوصيات اللي بنفذناها بالمناسبة أكثرها، إنشاء مركز إدارة المشروعات الـBMO، تنمية القدرات والكوادر البشرية، وبدينا مشروع كبير جدا للتدريب والتأهيل، تعزيز الرقابة الإيجابية وعدم تصيد الأخطاء. ليس هدفنا أن نحن فلان خطأ، لا، كيف نعينه؟ أنا قلت للزملاء كلهم خلوا الإمارة بلدوزر يمشي قدامكم، كاسحة ألغام مزيلة للمشاكل لمن يرغب أن يعمل، لكن لا يزعل إذا حطينا الرقابة عليه ولن نجامله. بناء عمل مؤسسي يحقق الاستدامة للمتابعة وإنجاز العمل ولا يعتمد على جهود أفراد أو علاقات أفراد. يعني أنا أعتقد واحد ما أكثر ما يغتالنا في هالبلد كل ما جاءت أمة لعنت أختها. لو أخذنا الجامعة النموذج من رئيس القسم إلى مدير الجامعة، كل ما جاء واحد شال أبد كل اللي قبله، هذولي مغضوبا عليهم ولا الضالين آمين. فهذه الثقافة هذه لابد أن تتغير، لابد أن يكون عملنا عمل مؤسسي، تعزيز أهمية المرجعية المحلية وتطوير آلية المساءلة والمحاسبة. لابد أن يكون في مساءلة ومحاسبة، أعطيك المسؤولية وأعطيك الصلاحيات وأحاسبك، لكن لا أعطيك مسؤولية وصلاحية ولا حاسبك. وتعرف قال من أمرك قال من نهاني. تعزيز البحث العلمي ودفعه نحو دراسة الظواهر التنموية في المنطقة. أنا أعتقد أننا محتاجين وفي أمس الحاجة إلى هذا الأمر حتى نعزز من قدرتنا على الحقيقة تقديم دراسات عقلانية من واقع الطبيعة. زي ما نتحدث في بداية الحديث احنا بدينا 5 كراسي مع الجامعات، لكن أعتقد أنها لا تمثل ولا شيء. ألا أتمنى من لقاء زي اللقاء اليوم كيف نعزز من البحث العلمي، كيف نوجد مصادر تمويل للبحث العلمي، كيف نجعل من جامعاتنا الحقيقة مصدر إلهام لا تقدر تعتمد على نظام الشهادة كما نعتمد. أنا قلتها بالمناسبة في لقاء مع جريدة عكاظ، سألوني عن برامجنا في الإمارة، ملتقى شباب مكة وجائزة مكة وحملة الحج عبادة وسلوك حضاري وسوق عكاظ وغيرها، كيف تمولونها؟ قلت لهم بالشهادة. الصحفي جزاه الله خير يعني من محبته فيه الزايدة قام كتبها بالخط الأحمر في الصفحة الأولى، خط عريض حتى فوق صورة الملك وولي العهد وكيل إمارة مكة المكرمة، مشاريعنا نمولها بالشهادة. Which is true. والله العظيم يمر فترات يقول الشباب شايفكم بس تطلقون خيمات عند ببال مساجد لله يا محسنين. فأنا أعتقد القضية هذه لازم تنتهي. يعني لابد أن يكون عندنا قدرة في جامعاتنا في كثير من مراكز البحث أن مصادر تمويل الحقيقة مميزة. أنا عشت تجارب وافتخر فيها الحمد لله في دراستي في أمريكا وعملي في أمريكا، سواء في المعاهد العلم في المراكز العلمية أو في الشركات، كيف أن التمويل أصبح ليس قضية. يعني عمره إحنا رقم واحد، المعوق رقم واحد لنا هو التمويل، إلى درجة أن يقول للشباب بس أقولون للأخوان حقين التزوير لا يكون أحد منهم هنا، أقول ما تخيل جيبونا مكينة تصوير جيبونا 500 خلونا نشتغل، يعني زور يعني صور مات 500 ومشي شغلنا. هذا مختصر الحقيقة رحلة التعامل مع المشاريع. أطمنكم اليوم أنه لم يعد هنالك مشاريع متعثرة، أصبح في مشاريع متأخرة لبعض الأسباب اللي ذكرتها، وأهم سبب بالحقيقة فيها هو السبب العاشر اللي معلقت عليه كثير، توفر الأراضي الخالية من الشوائب والادعاءات. يمكن عندنا مشاريع كثيرة جدا بالذات المشاريع الصغيرة زي المدارس والمستشفيات المراكز الصحية تعاني من مشكلة كبيرة جدا في عدم توفر الأراضي، لكن ليس هنالك مشاريع متعثرة أو واقفة أبدا. تقريبا حتى نهاية عام 33، إحنا الآن في عام 34 للمتابعة. هذا يمكن مختصر مفيد. طبعا في مرحلة اليوم إحنا
نمر فيها مراجعة للأربع سنوات الماضية ووضع رؤية الخمس سنوات القادمة حتى نتوافق مع الخطط الخمسية للدولة. عملت المراجعة وصار في اجتماع كبير جدا برئاسة سمو الأمير المنطقة، وستخرج إن شاء الله التقارير قريبا حتى يبدأ العمل في مع بداية عام 2014 بإذن الله سبحانه وتعالى. أطلت، أنا أعطيت وقت أكثر مما توقعت، فحمدت الله عليه، لأنه دائما أسوأ ما في المشاركات اللي زي هذه أنه يجيبك ويتعبك ويقول لك 15 دقيقة وش مديني أقول. فالحمد لله أنكم أعطيتوني الوقت، وأرجو أني ما أكون أثقلت، وأترك الميكروفون لأخي الدكتور عبد الله، فكان الله في عونه. شكرا سعادة الوكيل، استمتعنا بجولة طويلة في لقاء هامة تحتاج الكثير من التعليق والمحطات. هو خمسة دقائق انت يعني زودتها، لو حطيت واحد بعد الخمسة تصير 15 هي قدمتها، لكن تقول صفر قدامك خمسة مرة كبيرة. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. فانت ما شاء الله تبارك الله، يعني النقاط اللي تفضلت فيها نقاط جدا هامه، وخاصه الرؤيه التنمويه لاماره منطقه مكه المكرمه اللي فيها جهد كبير بذل وطاقه استنثاريه كبيره من قطاعات مختلفه. عموما لو اذا ناخذ مزيد من الوقت، لدينا شوط طويل ممكن لسعادتكم فيما ترغب التعليق عليه مما فاتك الحديث عنه من خلال الأسئلة التي حتطرح أمامكم الآن. هناك 10 أشخاص متربصون بالتسجيل الصوتي طبعا، وهناك أشخاص من القاعة أيضا يسألون ويتحدثون، فإحنا حنوزع الرغبات على كامل الأطراف، نريد أن نرضي الجميع بالإضافة إلى قسم الطالبات هناك. فأول المتربصين هو سعادة وكيل المشاريع اللي حطرح سؤاله الآن، لكن ترى إحنا ناعمين وراقين يا دكتور. بتخلوكم خشنين، الله يعيني عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أن أرحب بسعادة الدكتور عبد العزيز في رحاب جامعة الملك عبد العزيز. سؤالي في بالنسبة لمشاريعي من خلال تجربتي في مجال المشاريع من خلال وكالة الجامعة المشاريع. الحقيقة عندما نقوم بترسية مشروع في مع المقاول يتم إرسال العقد إلى وزارة المالية لإجازته. عندما يأتي الخطاب بالإجازة، الخطاب يقول أنه يتم التعاقد في حدود التكاليف المعتمدة والمخصصة للعقد بالميزانية، وهذه ما عندنا مشكلة فيه، والاتفاق مع المقاول لترتيب وجدول التنفيذ أعمال العقد ليتفق مع ما يترتب من مستحقات العقد سنويا مع ما هو مخصص للصرف عليه بالميزانية دون تجاوز ذلك حتى لا يتعذر صرف مستحقات المقاول. بمعنى لو أنهم اعتمدوا لنا 10% مفروض نحن نلتزم بال 10% مع المقاول، 20% وهكذا. هذا بالتالي لو كان العقد على 3 سنوات حيضطر المقاول يأخر ويعيد ترتيب جدولة الأعمال بما يتفق مع الاعتمادات السنوية. سؤالي أنه هل من ممكن الآن الترتيب مع وزارة المالية بأنه تكون الاعتمادات السنوية مطبقة مع العقد؟ لو كان العقد 3 سنوات تقسم الاعتمادات على 3 سنوات، العقد 2 تقسم الاعتمادات على 2، ربما هذا يفيد في الإسراع في هذه المشاريع. شكرا. سؤالين ورا بعض، خمسة سؤالين. طيب، أنا بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله دكتور عبد العزيز في كلية الاقتصاد والإدارة. لا شك أن هناك كثير من المعوقات التي تحول دون تطبيق المشاريع أو تنفيذ المشاريع الحكومية بشكل مناسب. من وجهة نظرك، ما هي أهم هذه المعوقات الثلاثة وكيف يمكن التغلب عليها؟ شكرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بسعادة الدكتور عبد العزيز الخضيري وكيل أمارة منطقة مكة المكرمة، ونشكر سعادته لإتاحة هذه الفرصة للالتقاء بإخوانه وزملائه الأكاديميين في جامعة الملك عبد العزيز، كما نثمن الدور الكبير الذي تقوم به أمارة منطقة مكة المكرمة لمتابعة المشاريع المتأخرة والمتعثرة، حتى أصبح لها قصب السبق والريادة في متابعة هذه المشاريع على مستوى مناطق المملكة. نتطلع إلى دعم أمارة منطقة مكة المكرمة وعلى رأسها سمو الأمير خالد الفيصل في دعم تحويل فروع الجامعات في المحافظات إلى جامعات مستقلة،
فكما هو معلوم أن منطقة مكة المكرمة هي أكبر منطقة من ناحية عدد السكان، حيث تمثل 25% من تعداد سكان المملكة. ولو نظرنا لعدد الجامعات نجد أنها جامعة واحدة لكل 2.5 مليون نسمة تقريبا، بينما المعدل العام في على مستوى مناطق المملكة الأخرى هو جامعة واحدة لكل 1 مليون نسمة أو أقل. وما في شك أن دعم هذه الفروع التي تتحول لجامعات مستقلة سيخصص لها ميزانيات يدعم المشاريع في تلك المناطق وتستكمل المدن الجامعية ونحصل على تنمية متوازنة في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة. أنا كنت أتمنى الحقيقة أن الأسئلة تكون نابعة من ما طرحته حتى أقدر فعلًا يكون التركيز عليه واضح، لكن الدكتور عبد الله تكلم عن قضية وزارة المالية والاعتمادات. من تجربة الحقيقة ميدانية، وزارة المالية عندها مرونة في السنوات الأخيرة هذه غير طبيعية، فممكن ما نعتمد على قضية المرصود السيولة المخصصة، وإنما تستطيع أن تطرح المشروع وتدفع به نحو التنفيذ وهم يغذوا البند خلال العام نفسه. وإحنا عندنا تجارب كثيرة جدا معهم في هذا المجال. المعوق الحقيقي كان وإلى حد ما في اللي هو ما يسمى بالمراقب المالي وزارة المالية، لأنه هيز مانجر هي جوز باي بوك، يعني دائما مطرح مثل هذه النقاط بالحوار، ولا بد أن نفرق بين الليدرز والمانجرز. مانجرز فولو أوردرز، ليدر تشالنج أوردرز. ولهذا السبب يعني ما نتعامل معه في مواضيع زي هذه، ندفع بالموضوع إلى من هو أعلى منه، لأنه وزير المالية عنده مرونة حية جدا جدا ممتازة في اعتمادات فترة العام، سواء مناقلات أو اعتمادات السيولة كمبالغ، لأنه الحمد لله الوفرة موجودة. وأنا أقول لأخوان وزارة المالية دائما لجينا نناقشهم أجمل الخير لك أو لأخيك أو للدائم، فخلونا ناخذ لنقدر ناخذه طبعا ما يجي الديب وياخذه. فهذه إن شاء الله أمورها ميسورة ومقدور عليها، ما أعتقد فيها مشكلة. الدكتور سليمان أهم المعوقات أنا والله قلتها 10، والجميل أن وزارة المالية لم تكن أحد المعوقات فيها، باع بيروقراطية ترسية المشاريع والطلبات المتبادلة بينهم وبين الغرف التجارية في العقد الموحد. لكن الحقيقة أنا ذكرت أهم المعوقات، وأنا أعتقد أنه رقم واحد يجب التركيز عليه هو اختيار الكفاءات اللي تقود سفينة التنمية في المملكة. يابد أن يختار أشخاص ويابد أن يحمون، لأنه في أنا سميتها في مقالة العمل ومثلث برمودا، العمل الحكومي ومثلث برمودا. الحكومة يقول لك لا تعمل حتى لا تخطئ حتى لا تحاسب، وللأسف أكثر من تجدونهم باقين في مناصبهم اللي ما اشتغلوا، تشتغل تغلط تحاسب. فهذه القاعدة لابد أن تغير، لابد أن اللي يعمل يعطى له حماية حتى يستطيع أن ينجح في أداء عمله، وهذه يمكن قضية مهمة جدا. الدكتور عبد الله موضوع تحويل فروع الجامعات إلى جامعات، أنا أعتقد والله تذكر وتشكر لوزارة التعليم العالي القفزة اللي حققتها بالتنسيق، يعني بتوجيه القيادة. يعني الملك عبد الله جزاه الله خير يعني في عقبة زمنية قصيرة جدا قفز بالجامعات من 7 إلى 27، إحنا كنا نغنيها 7 ولا لا؟ في أغنية ذكرها نشيدة كذا حقت سعودي كذا 7 جامعات. أي اليوم عندنا عدد كبير جدا، وبشركم البارحة صدرت أيضا موافقة على تحويل كلية دار الحكمة إلى جامعة، فانضمت جامعة جديدة وليدة في المنطقة. التوجه هذا موجود في وزارة التعليم العالي وهم داعمينه، وإحنا داعمينه أيضا معهم، لأنه يهمنا شيء آخر، أن الجامعات الجديدة تعتبر من الجامعات الناشئة التي تعطى دعم كبير جدا لأعضاء التدريس فيها، فتكون أيضا موظفة لكفاءات متميزة إن شاء الله في المستقبل. وأطمنكم إن شاء الله أن هذا الأمر ماشي بشكل ممتاز. طيب شكرا، إجابات سريعة وهذا يأتي بالغرض ويتيح الفرصة. بس خليني أفهم، إحنا جالسين 12:30 ولا لا؟ ترى أنا معي ساعتي بعدين أوزع وقتي وأعرف شو بقول. متى ما انتهينا؟ أنا تعلمت من ثنتين بالمناسبة، من بيل كلينتون ومن جورج بوش في الديبيت حقهم اللي يصير. ما أدري منكم أحد يتابع أو يعرف طريقة الإعداد. بيل كلينتون علموه طريقة جميلة، قال لك إذا عندك جواب واضح وتبغى تقوله كامل ولا يؤخذ منه ولا قوله في 30 ثانية. لأنه مهما حاول المذيع أن يقطع منه ميلة، وإذا كان ما عندك جواب فوسع صدرك يعني. فيتفضل فأنا يعني بين البيلين إلى الساعة 12:30. هذا شيء ممتاز إنه أعطينا وقت اليوم متاح لنا إن شاء الله. هذا السؤال من الحاضرين هنا بالقاعة، يسأل عن الإنترنت وتطبيقاته، لماذا لا تكون كالإمارات دولة الإمارات العربية بحيث جميع الأجهزة تحت رئاسة أو الإمارة؟ هذا السؤال. طبعا
تعطيني مجموعة أسئلة ولا سؤال سؤال؟ السؤال اللي يريحك. سؤال هذه. طيب جميل. احنا الان وعندنا ما يسمى بالمدينه الذكيه ومشروع كبير جدا، وزي ما قلت لكم يعني عندنا اصبح جهاز اسمه الوكاله المساعده للتطوير والتقنيه مركزه على هذا الامر، لكن بكل امانه ما في اي محاوله لدعم هذا التوجه. الكل ضده، كل يبغى يغني على ليله، وكل يبغى يخاف من الاجهزه المركزيه الى اصغر. اول معروف لنا هو مركز المعلومات في وزاره الداخليه الى اصغر قطاع، لكن علمتنا الحياة من ذير زول ذير زوين. سنجاهد ونقاتل ونصارع، لكن أطلب منكم أنه في مشروع الآن متكامل بذرنا نواته. الآن ارتبطنا مع كل ما هو موجود في المنطقة من برامج، من كاميرات، من الآن عندنا مركز اللي هو مركز إدارة الأزمات، سميناه مركز إدارة التنمية. أنا كنت أتوقع أنه الأخوان حطوا لي صورة، طلبت من الشباب يحطوا لي صورة فيه، لكن شكلها سقطت سهوا. مركز يشتغل على مدار 24 ساعة لأداء كل الأعمال. تخيلوا معي أنه طبقنا تنفيذ الأحكام عن طريقه، أشخاص عرفناهم بسياراتهم من خلال ساهر، ناس عرفناهم من خلال حساباتهم من نظام سمع، ناس عرفناهم من خلال إقامتهم من شموس. لكم أن تتخيلوا أنه شخص عليه أحكام وغادر منطقة مكة المكرمة عام 1427، وعام 33 كنا نتقصى عليه أحكام وله واجبة النفاق، وسألنا أخواننا في الجوازات قالوا هذا برا المملكة من عام 27، وارتباطنا مع كتابة العدل اكتشفنا أنه معطي وكالة، لأنه ظهر عندنا على الجهاز أنه هذا الشخص المطلوب أعطى وكالة. سألنا الأخوان في العدل هل هو وكيل، لأنه رجل معروف وله وكلاء، هل هو أحد وكلاء؟ قال لا، جاء بصفته الشخصية. لما راقبنا بيته لقيناه موجود، ولما ألقي القبض عليه اكتشفنا أنه طلع للقاهرة عام 27 ورجع من القاهرة على اليمن ودخل تهريب وقعد في بيته. يعني النظام التطبيقات موجودة لكنها ما زالت كما تقولون في الجامعة 101. هو ظاهر اهتمامكم كبير. بيل جيتس كان في المكتب الآن بالمناسبة الأمارة المكتب الأمير سمارت أوفيس، الأمير يستطيع الآن يتابع كل شيء بضغطة زر. الآن كل شيء مشاريع كلها كلها حطوا المشاريع ركب عليها ساعات تايمين نعرف الوقت من خلالها شو باقي يشرع. ففي غرفة عمليات متكاملة عند أمين المنطقة، احنا عاملينها بايلوت ستدي، لكن التحدي في البنية التحتية والتحدي في الرننج كوست، فهذه شغالين عليها والحمد لله. يعني استثمرنا فيها استثمار جيد والشركاء صعبين، لكن ما زالوا شركاء متشاكسون، لكن ربنا يسرهم. شكرا شكرا. ناخذ من هنا سؤال وبعدين نتوجه إلى قسم الطالبات. طالب يوسف محمد الليهيبي من قسم العلوم السياسية يريد أن يسأل سؤالا شفويا. يوسف محمد الليهيبي، فين؟ تفضل يوسف. يوسف لابس لون الغامق وهو وراء البلاتش. اي صار كنت يلا الحسن الخاتم. لقيت الفرصه قرابه. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور، اهم نقطه انت ذكرتها في الموضوع كله اللي هي الفساد الاداري، او نقدر نقول الفساد بصفة عامة. فلماذا لا يتم تفعيل دور مكافحة الهيئة الوطنية مكافحة الفساد؟ يعني العشر نقاط اللي انتو ذكرتوها في الاجتماع مع سمو الأمير نايف الله يرحمه، أكثر النقاط يعني كلها يعني تلم عن الفساد الإداري بصفة عامة. هذه نقطة. النقطة الثانية، التخطيط أهم حاجة في المشاريع كلها. أنا عندي قريب شغال في شركة بلاري فرع منطقة مكة المكرمة، يقول لي نادرا يعني، بس أهم شيء إنه يسلمون المشروع وبعدين التخطيط يعني دوره جدا جدا ضئيل يعني في المشروع كامل. الله يبشرك بالخير. يعني عندهم تخطيط؟ تخطيط بسيط، لكن لو كان تخطيط عالي كان المشروع بيتم بصورة أسرع. كده توقع بس عندهم تنفيذ ما عندهم تخطيط ولا تصميم، يخطط ينفذون ثم يصممون. هذه خليني اقول لك، انا ارجع ثاني مره اقول السبب قبل الاخير اللي وضعته في الاسباب المتعثر المشاريع المرجعيه. يعني هيئه مكافحه الفساد الان تبي تراقب مبنى مدرسه في راس جبل في فيفا، وبتراقب ما جامعه متلفه في شمال جده، والله ما ادري عن معالي رئيس هيئه مكافحه الفساد، عنده عفاريت سليمان وعصات موسى ومدري مين. يعني ما لم تعزز دور الإدارة المحلية تقويها وتحاسبها حتستمر الوضع
تخطيط بكل أمانة. يعني عندنا مشكلة المرجعية، ما تستطيع الأجهزة المركزية هذه أن تراقب كل شيء. يعني استحضروا كذا ذهنيا، هل تستطيع هيئة مكافحة الفساد أن تتابع كل مشروع؟ إن قلتوا نعم بقول لكم والله اللي يعني. أما موضوع بالمناسبة تفضلت فيه، هذه النقطة اللي لو تذكر بدينا فيها من البداية، نحن وضعنا الرؤية، وضعنا استراتيجية، وضعنا مخطط إقليمي، وضعنا خطة عشرية، وضعنا خطة خمسية، وضعنا خطة سنوية، وألزمنا كل الجهات by force not by choice أنهم يكونون معنا. أنا أقول دائما العالم كان قبل 11 سبتمبر على ثلاثة فصول أو محاور: موافق، معارض، محايد. بعد 11 سبتمبر يا موافق يا معارض، يا معنا يا ضدنا. احنا اليوم في مكة المكرمة، يا معنا يا معنا، لأنه ما في فرصة انك تضيعها. شكرا. نتجه الى قسم الطالبات، اذا في كان اذا في سؤال الان الله يحفظكم. السلام عليكم. معليه هنا عندنا سؤالين. بالنسبة لي أول شيء نشكر الدكتور على صدقه وشفافيته في عرض الموضوع. واضح إنه لما استعرض إنه يعني لمس نقطة إنه انعدام التنسيق الخارجي بين الجهات المعنية في تنفيذ المشاريع. فالسؤال: هل لديكم آليات للتنسيق الخارجي بين الجهات المعنية المتابعة للمشروعات حتى يتم تنفيذها وفق البرامج الزمنية ويسهم في الحد من تعثرها وتأخرها؟ وطبعا أكيد حيتبعوا ليلة تشكل فرق عمل من المتخصصين لمتابعة المشروعات ميدانيا، بيان وضع المشروعات المتأخرة والمتعثرة عشان يصير اتخاذ إجراءات مع المقاولين لإنجاز المشاريع في وقت محدد وفق الجدول الزمني المتفق عليه حسب العقود. معكم دكتورة سوزانة قرشي، إدارة عامة. شكرا. في سؤال ثاني دكتور، عشان انتوا اخذتوا من هناك ثلاث اسئله. اخذوا خمس اسئله، خذوا انتوا خمسه. انا احسب هنا، انا قاعد احسب. تخربوا علي دكتور. في عندنا طلبه دراسات عليا. السلام عليكم. نرحب بسعاده الدكتور معانا. دكتور، في ظل الخطط التطويريه المشرقه لتطوير منطقه مكه المكرمه وجعل مكه المرجع الاسلامي الاول كجزء من رساله اماره منطقه مكه، ومع وجود كم كبير من الجبال الهامه والتي تعتبر تراثيه وتشكل جزء من التاريخ الاسلامي في منطقه مكه، هل سيجد الزائر لمدينه مكه المكرمه مكه في مكه؟ خلاص ما عرفت اسمك الله يحفظك. أمل الهلال، طلبة دراسات عليا إدارة عامة. طيب تفضل. يقولي إذا في سؤال ثالث أعطينا إياه. دكتور عبد الله، الدكتور عبد الله متعصب للرجال، فبتعصب أنا لكم اليوم. شكرا لك دكتور، إحنا فعلا هذه السؤال. إذا كنت في دارهم فدارهم. خلاص في عندنا كمان ثلاثة أسئلة، تفضل. السلام عليكم. تفضلي. السلام عليكم دكتور عبد البخاري، قسم اقتصاد. يعني هو تعقيب للسؤال اللي كانت بتقوله دكتورة سوزان حول التنسيق بين الجهات المختلفة وتعددية الجهات اللي بتقوم بمشاريع التطويرية في منطقة مكة المكرمة، زي ما قلت وزارة النقل وغيرها. ايش دور عمارة منطقة مكة في هذا التعددية؟ وفي نفس الوقت اذا كان لعمارة منطقة مكة دور، هل حتقوم فعلا بدور المنسق ام انها حتضاف كجهة اخرى الى الجهات المتعددة في توسعة او في مشاريع المقامة؟ شكرا. لسه باقي يا دكتور عبد الله، باقي سؤالين عندنا، معلش. لا لا، اذا سمحتم الله يحفظكم، ممكن تنتظروا شويه لأنه عندي أعداد كبيرة هنا والقاعة مليانة، وأنتم أكيد 10 أشخاص ف اسمحوا لي شوية. لا دكتور، مين قال لك القاعة مليانة هنا كمان؟ أخذنا ثلاثة أسئلة، معليش اسمحوا لي الله يحفظكم عشان بس أرتب ونعطي فرص للجميع، الله يحفظكم. الدكتور معانا موجود حتى الساعة 1 إن شاء الله. والله أنا جالس معكم إلى المغرب فما عندي مشكلة، أزفر إنه في غدا وفي صلاة وفي أمور مرتبة. شكراً. والله الأسئلة كثيرة الموجودة هنا الآن، أنا ودي أبدأ بهذه الأسئلة الكثيرة الآن، وحبيت تسجل ملاحظاتك أو أعطيك السؤال. هنا سؤال من المهندس ناصر حسن نصيف، الرئيس التنفيذي لشركة المعرفة العقارية.
سؤاله إسناد إدارة المشاريع لمكاتب استشارية عالمية تبدو أنها تجربة ناجحة، ما هي العوائق التي ما زالت تؤثر على هذه التجربة لتجعلها أكثر نجاحاً؟ وحبيت السؤال الثاني طالبك، شارع التحلية تم عمل أنفاق وجسور، لكن كل ذلك لم يساهم في انسيابية الحرية أو الحركة. في ظل وجود إشارة تقاطع طريق المينا المدينة حيث تمتد إرسال أرتال السيارات حتى شارع المكرونة لكل من يتجه غربا تجاه البحر، فما هو الحل؟ أعطينا زول، أعطني زول، هذه الأولى، أعطني الأولى، أعطني، أجيب كم سؤال، خذ، أنت تعطني هذه من تحت، هذيك لها الأولوية وهذه خلاص، خلينا ناخذ الخمسة الأسئلة الأولى، أنا أقول كل خمسة أحسن علشان الواحد يقدر يغطي بشكل عام، لأن في بعض الأسئلة تدخل تصير متشابهة، قضية آليات التنسيق مع الجهات الأخرى، اليوم إحنا عدينا المرحلة هذه، ما زالت شاقة شوي، ما زال فيها مطبات هوائية. ليست كما كانت 10,000 قدم ممكن تسقط طائرتنا، لا الآن يعني فيها خضخضة، ما عدنا كان احنا على خليج البنغال، لا ما على حول الخليج العربي، يعني خضخضتنا أقل شوي. في تنسيق الآن على مستوى المنطقة، كل محافظة من المحافظات أصبح لها جهاز متابعة يؤهل ويدرب ضباط اتصال، كل قطاع له ضابط اتصال كما ذكرت، تجاوزون 24 ضابط اتصال لكل محافظة، بشرط أنه نفعل دور الأجهزة المحلية في المحافظات والمراكز في مجالس محلية وفي مجالس بلدية تفعيلها، ثم في الإدارة الرئيسية في متابعة المشاريع في مجلس منطقة مكة المكرمة، ومجلس كما شرط ممثل لكل إدارات الحكومية والقطاع الخاص والأهالي. وخارج المنطقة في تنسيق مع الأجهزة المعنية بالمشاريع، وزارة المالية، ديوان المراقبة، هيئة الرقابة، هيئة مكافحة الفساد، وفي بيننا عمل، بعضهم الحقيقة يرى أنه ليس جزء من التنسيق مع الأجهزة المحلية، يرى أنه فوق الأجهزة المحلية لفهم خاطئ للدور والمسؤولية، لكن أصبح فيه فهم أكثر، أصبح فيه فائدة أكثر من الجميع. المشكلة الحقيقة في التنسيق انه بعض المسؤولين الاجهزه الحكوميه هنا، وانا اسف استخدم بعض الكلمات واعذروني، اللي ما يناسبكم لا تسجلونه علي، واللي يناسبكم سجلوه، زي الرجال الحرمه اللي مزوجها رجالين الحقيقه، يعني لما يجي يوقع محضر يعتمد، يكتب يعتمد امير المنطقه، ثم يوقعون الوقع امير المنطقه، ثم يسوي محضر ثاني يكتب يعتمد ويكتب اسم الوزير المختص ويوقع، لان الوزير يقول لك ما يعتمد علي الامير، والامير يقول لا ما يعتمد علي الوزير، وقعي فيه بيخلص يسوي شغله. إذا جاء الوزير وطلب المحضر أعطاه اللي هو معتمده، وإذا طلبه الأمير أعطاه اللي معتمده. أنا كل اللي أخافه على هذا المسؤول لو جاء اثنين اجتمعوا وقالوا أعطنا المحضر مش يجيب لهم. فما زالت هذه مشكلة في العلاقة بين الأجهزة المحلية والأجهزة المركزية، ولا بد لها من بتر. الأخت أمل الحقيقة مكة في مكة ذو شجون، ولهذا السبب أجمل إجابة على هذا السؤال إن اكتبي لي ماذا نستطيع أن نعمل من أجل ضمان أن تبقى مكة في مكة. أنا طلبت من زملائي بعد ما كلفت أو أبتليت بمعنى أدق بمسؤولية هيئة مكة، وهي شرط أن ما تتجاوز إن شاء الله سنة، وأيضا خلوني أسوق لها هنا، إذا من منكم يرى هنالك كفاءة ممكن أن تكون قادرة على إدارة هذه الهيئة كأمين عام للهيئة، فأرجو أن لا تبخلوا علينا بأسماء، لأننا نبحث عن كفاءة. زميلنا وحبيبنا وصديقنا الدكتور سامي برهامين بذل جهد كبير جدا، استنفذ كل ما يمكن استنفذه، ظلم بكل انواع الظلم، لانه معار من الجامعه ولم يزيد راتبه، زملاء في الجامعه حلقوا في الفضاء وهو بقي تحت الارض، لا وفق على التمديد له ولا وفق على زياده راتبه ولا وفق على اعطائه وظيفه مرموقه، فما كان امامه الا ان يقول لكم احسن الله عزاكم في امان الله. فما لقول اخوكم الضعيف يبتلون بها، لكن ان شاء الله أن يكون كما قلت، كما قالت بنات شعيب عليه السلام لأبيهم خيرا من الساجرة القوي الأمين، ولسبب أبحث عن هذا الرجل القوي الأمين، فمنكم أي أحد يعرف يقوله. لكن أطلبت من الزملاء 10 نقاط رئيسية، كم من أهمها المحافظة على الهوية العمرانية والمعمارية لمكة المكرمة، إعادة المسميات لمكة المكرمة، إعادة إسكان أهل مكة في المناطق التي يتم الإزالة فيها الآن، لما تحولت للمشاريع الاستثمارية أو مشاريع
لإسكان الحجاج والمعتمرين فقط، وإنما تصبح وفي الحقيقة توجه قوي جدا من شمالية القادة فيصل، آخرها مشروع جبل الشرار شف 70% منه حي يستخدم لإعادة توطين وسكن أهل مكة في مدينة مكة المكرمة، مراعي كل الجوانب العمرانية والمعمارية. لكن فيها أيضا أحيانا جواب مداعبة في الجبال، إحنا لا نهدها، إحنا نبنيها، إحنا نأخذ الحصى منها ونرجع نبنيها مباني، يعني نقص الجبل لكن نرجع نبنيها، خلي مغارات وزينا، بس إن شاء الله ما يكون زي مساكن قوم صالح. هذا يعني قضية حقيقية شائكة، أتمنى أخت أمل صادقا أن تقدمي ورقة إذا كان في ذهنك شيء، كيف تبقى مكة مكة بجبالها وبيئتها وأهلها وهويتها. أيضا من الأشياء اللي كان التركيز عليها المحافظة على المناطق المواقع التاريخية والمسارات التاريخية، والحقيقة أنه في مجموعة من الزملاء جزاهم الله خير يعني شركاء حقيقيين صادقين في تحقيق هذا المشروع، وبدأ يؤتي ثماره باعتماد الآن مشروعين تطويريين لجبل ثور وجبل النور، والقادم إن شاء الله أكثر. الأخ عادل كان نفس الدكتور عادل كان نفس في نفس السياق التنسيق بين الجهات، وتكلمت عنه وأنه الإمارة ستصبح الحقيقة قادرة بإذن الله سبحانه وتعالى على مساعدة الجميع على أن ينجحوا في أداء عملهم. إحنا دورنا أنه نكون منسقين في العمل، لا يجب أن نقوم بالعمل، إحنا ما هم يجب أن نكون إحنا اللي ما يسوي شغل نسوي، اللي ما يسوي شغل نقول له فاهم لا جزاك الله خير وما قصرت وبيّر الله وجهك، لكن مهمتنا مساعدة الآخرين اللي يعملوا ومراقبة الأداء، وهذا هو التوجه اللي تبنى عليه الآن منظومة التطوير. إدارة المشاريع من خلال الشركات أنا أعتقد أنها تجربة ممتازة، لكن يعيبها الحقيقة مشكلة رئيسية لم نفطن لها وما زلنا الحقيقة لم نتعامل معها بجدية، وهي نقل الخبرة transferring knowledge. اللي قاعد يصير الآن إنهم يجوا يسووا شغلهم ويمشوا يخلونا، أنا أعتقد إنهم محتاجين إلى توطين كفاءات شعبية وتدريبها وتأهيلها. الخبير اللي يجي ما عنده القدرة على transferring knowledge يجب أن يمشي، لأنه ما حيخدم غرضنا. تفضل يا دكتور. طبعا الطرق وما هو الحل، احنا لسه بادئين الان في موضوع التطوير، انا اعتقد انه مع تنفيذ حزمه متكامله من المشاريع النقل العام وتطوير التقاط الطرق في مدينه جده ستغير كثيرا من اشكاليات النقل، لكن ستبقى جده مدينه جاذبه بشكل مخيف جدا في ظل ضعف قدره المحافظات والمراكز الاخرى والمناطق الاخرى في استقطاب او توطين او اعاده هجره سكانها لها. ستبقى جده مدينه مليونيه تتضخم، كل مشروع جديد في المدينة سيستقطب سكان جدد. طيب شكرا شكرا. ما باقي شيء عندك هنا ولا هنا؟ الحين أحد يلوم أنا بعدين؟ كيف هنا؟ نشوف السيدات خذ منهم كم سؤال في معنى قرذولي. طيب أجل إحنا نضع الأسئلة الآن المتنفذة. هذه تمديدات. إيه تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أجدها فرصة مناسبة للترحيب بسعادة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخضيري وكيل أمارة منطقة مكة المكرمة في رحاب جامعة الملك عبد العزيز بكلية الاقتصاد والإدارة على طاولة الحوار. سعادتكم يدرك أن مدينة جدة من المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية، وهناك تزايد في عدد السكان وهناك توسع أفقي في العمران. هل المشاريع اللي بترفض في مدينة جدة تستجيب لهذه التحديات على المدى القريب والمدى البعيد؟ سعادة الدكتور عبد العزيز صبحك الله بالخير. في اعتقادي أن نظرة المجتمع والجهات المختلفة تجاه المقاول نظرة سلبية إلى حد ما، وأعتقد لنعمل سويا نحو البحث عن حلول لتجنب تعثر المشروعات أن نغير هذه النظرة. فالمقاول بحاجة أولا إلى دعم مادي، إلى النظر في التمويل. فكما تعلمون سعادتكم أن أي مقاول مهما كان بحاجة إلى موارد مادية لإدارة أي مشروع. فإذا كان التمويل عندما أخذ المقاول المشروع محدود، فلا نتوقع أن يتم المقاول هذا المشروع، سيما وأن هناك تعقيدات أخرى ترتبط بالمقاول مثل السعودة ومثل الإنجازات والمستخلصات المالية والحصول عليها.
فإذا تكرمتم حبذا لو تلقون الضوء على أهمية التمويل لدى المقاول ومساعدة الجهات الحكومية في توفير ذلك للمقاول. شكرا جزيلا. أنا أطرح سؤال مهم جدا. قيمة المشاريع المتعثرة بلغت مبالغ فلكية، لماذا؟ هذا السؤال ينطرح. تعتبر المشاريع المتعثرة هدر واضح لموارد المجتمع السعودي، وهدر موارد المجتمع السعودي هو أثر ونتيجة اقتصادية لقضية الفساد في المملكة. المشاريع المتعثرة أنا باعتقادي هي نتيجة لغياب المراقبة والمساءلة والعقاب. السؤال أين الأجهزة الرقابية من ذلك؟ هذه ثلاث أسئلة أمامكم، أهمها السؤال الأول من الرئيس المباشر. هذا السؤال ما نجاوبنا عليه. دكتور طلعت التقرير، هجيب التقرير وحقول التقرير مزور. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. تحديات الزيادات السكانية تكلمت عنه كثيرا، ولو كان الحقيقة الكلام لا يكون ممل كان تكلمت عن المخطط الإقليمي، لأنه الحقيقة يركز بشكل أساسي على هذه القضية. القضية هذه مستوعبة على مستوى المملكة، لكن للأسف إحنا في فجوة كبيرة جدا بين التخطيط والتنفيذ، لأن يعني نأخذ سنين طويلة. يعني استراتيجية المملكة رفعت لمجلس الوزراء عام 1409 ولا اعتمدت العام 1421، تغير كل شيء فيها في التوجهات في الفكر، لأنه أنت لا يجب أن تكون المملكة السعودية أربعة أو خمس مدن والباقي عبارة عن شيلترز، يجب أن تكون كلها تحظى خاصة فيها بوتنشل، وأكدت في الاستراتيجية أنه في مراكز وطنية وإقليمية ومحلية ومعرفة متعمقة. دراسة الحقيقة استغرقت وقت وجهد كبير جدا. بالمناسبة الدكتور حسني عزيز الرحمن كان شريك استراتيجي فيها قبل من القرن الماضي، يعني أو بداية القرن الحالي. كيف؟ من حوالي 25 سنة معمولة الاستراتيجية، وللأسف أنه متعثرة التنفيذ، القناعات. أنا أعتقد أنه نحتاج رؤية جديدة في المملكة العربية السعودية، نفصل أول شيء الدولة عن الحكومة، نضع سياسة واضحة للدولة، الدولة ترسم سياستها والحكومة تنفذ هذه السياسة. اليوم يعني أنا ما أدري كيف ممكن وزير هو يرسم سياسة في الوزارة حقته وينفذ. أنا قلتها مرة في لقاء كبير جدا، قلت مثال لما كنا في حمّة مشاكل وزارة العمل، إنه معالي وزير العمل ينظر من خرق الباب، ينظر لمشاكل هو ليعالجها، ولكنه ممكن يخلق ارتدادات مشاكل أكبر في المجتمع. أنا أقدر أتكلم كثيرا عن مشكلة توظيف المرأة والأثر السلبي للطريقة اللي انتهج فيها، لكنه أمام حل مشكلة لازم يحلها، لكن لم يحلها بمنظور دولة، حلها بمنظور وزارة. فهذه قضية أعتقد دكتور طلعت تحتاج جهد كبير جدا لمعالجتها. النظرة السلبية للمقاولين وتغيير النظرة، يا أخي هم يغيرون شغلهم من غير نظرتنا. أنا قلت ركيزة أساسية الملاءة المالية. لا يجيني مقاول يعتقد أنه في مثل جميل جدا في الجنوب يقول هب لي حمار وركبني، أو هب لي حمار وركبوني عليه أو كذا، يعني كل شيء عطوني. يعني أنا أعتقد أنه اليوم أيضا المناطق يجب أن تلتفت لفاتها. أنا أتمنى وأتمنى جامعة الملك عبد العزيز المغترب بهالكلية المباركة، أنه كلية الاقتصاد والإدارة، أنه يدرسوا فكرة إنشاء شركات في المحافظات يشارك فيها أبناء المحافظات برأس المال، أبناء من الجنسين برأس المال وبالكفاءات وبالإمكانات وبكل شيء، بشرط أنه ما نضطر نجيب مقاول من أقصى الدنيا يجي يحاول يروح يشتغل. القنفذة ليست جاذبة اليوم لتنفيذ مشاريع ولا الليث ولا غيرها من المحافظات. لو نجحنا في أنه ننشئ شركات صغيرة أو متوسطة في هذه المدن لبنينا يعني شبكة قوية جدا من شركات المقاولات ولغيرنا النظرة السلبية. أما التمويل فهي قضية بينهم وبين الممولين البنوك غيرهم. تكلمنا دكتور خالد عن حقيقة المبالغ الفلكية، وأنا أقول لك ترى كل الأرقام اللي قيلت لا تمثل 60-75% من الحقيقة، الحقيقة أكثر بكثير في المبالغ المشاريع المتأثرة، وأنا أخطر منها المشاريع اللي تنفذ ولا تتجاوز أعمارها عمارة صابع اليد الواحدة وتبدأ فيها المشاكل البنائية
تصدع المبنى، المبنى رشت مطر قام صبصب إلى آخره. أنا أعتقد أن عندنا تحديات كبيرة جدا نحتاج أن نتواكب فيها، ولا سوف قلنا في استراتيجية منطقة مكة المكرمة بناء الإنسان وتنمية المكان هي الهدف الرئيسي. تفضل. شكرا شكرا. ترى أنا أخذ الأسئلة بالترتيب حسب وصولها إليه. نأخذ ثلاث أسئلة الآن وبعدين نعود إلى قسم الطالبات. هذا السؤال من الدكتور محمد القحطاني، قحطاني مساعد أمين مدينة جدة للشؤون القانونية، وهو أيضا عضو هيئة تدريس في كلية الحقوق. فتنتبه لطلابك هذا مرة يعني. دبل ايجنت. ألا تعتقد أن سوء إعداد كراسات المشاريع والمواصفات أدى إلى تكرار كثير من تغيير أوامر العمل للمقاول؟ هل تغيير أوامر العمل للمقاول هل هو أحد أهم الخلافات التي تثور بين الإدارة والمقاول؟ أقصد ضعف الكادر البشري الذي صاغ هذه المواصفات، والعقود الجامدة في صياغتها كعقود الإنشاء تحتاج إلى إعادة نظر لأنها تظلم المقاول. أين نحن من عقود الفتك؟ السؤال الثاني، أين هو التطور في نظرة الدكتور عبد العزيز، وأين هو التخطيط والتنسيق والمراقبة والتقييم التي هي من أسس الإدارة حسب دراستكم؟ في قولك اهتميت في الشارع وأهملت الإنسان، في الواقع يا دكتور لا اهتميت في الشارع والإنسان للأسف. لماذا؟ السؤال الثاني، محمد الكثير، برنامج ماجستير إدارة عامة، هل معايير التأثر لسعادتكم تشمل المشاريع المنجزة بالكامل والتي لم تثبت جدواها الاقتصادية؟ ناخذ زياده ولا لا؟ على راحتك. أنا والله في سؤال هنا بخليه أختم به، فاسمحوا لي هذه الأسئلة تولى. طيب الدكتور محمد، أنا زي اللي بيع المية في حي السقايين، قال والله إنك تعلم أنني أعلم أنك تعلم وأكثر مما أعلم، يعني تبي تكتبها وتشوف كيف تفسرها فتوكل على الله. يعني أنا قلت أول شيء بموضوع تعثر المشاريع، وقلت لك إنه سوء إعداد التصميم، إنه المشاريع ترسى قبل أن تكون مكتملة التصميم أو في مرحلة لا يمكن التغيير فيها، لكن عندما تطلب بحدود 10% أو 30% التصميم ثم يأتي في مشروع التنفيذ، وبمناسبة كثير من المشاريع تصمم وبعد 10 سنوات ترسى المشاريع، يكون تغير كل شيء. فهذه كانت نقطة من العشق، 10 المعوقات اللي تكلمنا عنها كانت هي مشكلة الإعداد كراسات العمل. وللأسف أيضا نتيجة عدم البناء، وأنت الآن تشوفه واقعيا في أمانة جدا، ونتمنى انك ان شاء الله تكون ساعدت في بناء اداره قانونيه. اقدر اقول لك يمكن تعد على اصابع اليد الواحده الادارات القانونيه في المؤسسات الحكوميه، ليس هنالك اهتمام اصلا بوجود مثل هذه الادارات اللي تبنى النوهاو، وليس اكثر العقود قص ورزق كبي، يعني عد فراغات احيانا ممكن حتى الواحد واحد من الزملاء اللي ما يعرف التعامل مع رسائل الجوال، فاحيانا تجي له رساله يقوم يعملها يعيد رسالة، وتكتشف تحت أن المرسل الأساسي كانت من اسمه أخوكم فلان وهو ما درى رسالة. فنفس عقودنا، أنا أقول لك ممكن بعض العقود تلقى قص ولزق. أنا أعتقد أنها تحتاج. أين التطور؟ أنا مستعد أرجع لها الجلسة بعد متى ما أردت وأتكلم عنها بشفافية مطلقة، أعرف كل صغيرة وكبيرة للإجابة على هذا السؤال، ومستعد أقول لك بكل شفافية أين الخلل ولماذا. هل لقيتك دكتور ولا لا؟ قاعد أدور أكثر مع جستر. دكتور محمد وينه؟ موجود محمد. قاعد أدورك، ما أقول إنه كل الأسباب معروفة، يعني أعتقد واضح أوضح من عين الشمس. أين الخلل ولماذا وما هو الحل اللي يمكن أن يقدم؟ أنا قلته في منتدى الرياض الاقتصادي بشفافية، طلب مني أن أعلق على ورقة قدمت، أعطوني نص ساعة، طلبت 10 دقائق فقط، قلتها في 10 دقائق. أنا مستعد أقولها لكم في جلسة كاملة، لأني أعتقد أن مثل هذا المكان قادر على أن يكون أحد أدوات الإصلاح. فأسمح لي أني أجلها. المشروعات المتعثرة اللي لا والله أقول لك بأمانة لا، إحنا المشروعات المتعثرة اللي ممكن تكون انتهى المشروع ولم يستخدم، لكن المشروع المستخدم استخدام سيء، يعني ما شغل بكامل طاقته وكذا، ما درست، لأنه قلنا ما نزيد المصيبة، على الأقل نخلي مصيبتنا أقل شوي. لكن إحنا درسنا المشاريع المنتهية، ولكن تتخيل انه في مشاريع منتهيه، مستشفيات ومراكز طبيه مثلا ومؤتثه وغير مشغله، اما بسبب عدم وصول طريق او عدم وصول كهرباء او عدم
وصول الطاقم البشري المشغل لها، يعني هذه درست ضمن، اعتبرناها ضمن المشاريع الغير مستثمرة أو غير مستغلة. تفضل. لا خلاص. طيب شكرا يا دكتور. نعود إلى قسم الطالبات، وأرغب من الدكتورة سوزان أن تصفح عني ويجي معاك الدكتور عبد العزيز الخضيري، وأنا لابد يعني هنا أوازن بين ال. هو قال صحيح اصفحي عنه، لاني قلت له انت بلا تصفعك بعد ما يخلص الاجتماع. لا ما في مشكله، هي هي ليست القسم هي مهمه، عندي اثنين رؤساء الان. ما في مشكله، انا بس كنت حابه ادي فرصه للاخوات لانه بعضهم عندهم محاضرات ومشوا للاسف، لكن عندنا سؤالين. كيف يمكن الحد من التعاقد الباطل والذي تسبب في تعثر كثير من المشاريع؟ الثاني بس بالنسبة للوضع الحالي، يعني سؤال واقعي، كيف ترون سعادتكم تأثير الحملة الحالية على العمالة غير النظامية على تعثر المشاريع؟ شكرا. طبعا بالنسبة لكيفية الحد من التعاقد والباطل، سيبقى التعاقد والباطل ضرورة، لكن يجب أن نقوي مقاولي الباطل، يجب أن ندفع بأن يكون مقاولي الباطل شركات سعودية متكاملة بما تحمله الكلمة من معنى، في الإدارة، في التشغيل، في التمويل، ونعتمد على عدد أكبر من الشركات. يعني الشيء اللي نشوفه اليوم، وأنا أقولها بصراحة، كثير من الشركات الكبيرة حتى مقاوليها من الباطن هم من داخلها، هذا ولد عم وهذا ولد خال وهذا من الجماعة وهذا من يعني، ومعروفة الموضوع ABC بالنسبة لنا. فأنا أعتقد اليوم ما لم ننجح في إنشاء شركات صغيرة مدعومة من محافظاتها، من مراكز، يعني المجتمع نفسه يشيل نفسه، أنا أعتقد أنه لن نتقدم. هذه محاولة نحاول بالله سبحانه وتعالى في مجلس المنطقة أن نحققها، لأنها ستحقق لنا كثير من الإنجازات. يعني وليس فقط، وهذه قضية مهملة بالمناسبة، إحنا الآن نتكلم عن مشاريع في مرحلة التنفيذ، عندنا مرحلة الصيانة، يعني في مرحلة لاحقة كيف نحافظ عليها. بالمناسبة يعني على طاري الصيانة، نهنئكم الله في الكلية، أنا عجبني جدا، يعني مبنى تقريبا عمره 25 سنة، حقيقة مميز. أول شيء بيئة الجامعة كلها، الدخول من دخلت من البوابة، أنا كل مرة أجي، بس أول مرة أجي وأنا ماني بقرأ أوراق، جالس أنا أناظر أتفرج أنبسط، أنا جيت مو بعاني ما عندي جيت الجامعة جيت، لكن فعلا والله ما شاء الله، يعني التشجير اللاندسكيب. فإن شاء الله الدكتور محمد ياخذ الرسالة للأمانة جدا، وندخل إحنا ويا الجامعة في المنافسة إن شاء الله، والمؤشرات إيجابية. وأيضا موضوع صيانته، كيف الحملة، أنا أعتقد الحملة مباركة، ولكن ما يتبعها هو المخيف. الآن يجب أن لا يبقى في البلد إلا شخص معروف، يعني كل يمشي بهويته ومحترم حقوقه وواجباته وحقوقه ومسؤولياته، مواطن أو مقيم، بغض النظر عن جنسيته وجنسه ولونه وحتى دينه. متى ما كان الكل موجود ارتحنا، ما بعده هو التحدي. الآن فتح باب السوق لشركات جديدة لاستقطاب عمالة، ما لم نحمي البلد من فساد داخل هذه الشركات، أنه لا يكون في بكرة ابتزاز للمواطنين أو ابتزاز للمقيمين بتكاليف عالية، فهذه قضية هامة جدا لابد أن نراعيها. أيضا استغلال الفراغ اللي تركه مغادرة العمالة الغير نظامية لسوق العمل، كيف نستثمره لتوطين كفاءات سعودية فيها. أنا ضد بالمناسبة فكرة سعودة سوق الخضار، أنا أعتقد أنه يجب أن نبدأ بالوظائف الأهم والأعلى، وإحنا عندنا القدرة وعندنا كفاءات جيدة، لكن لا يعني هذا أن نقفل هالباب، لا، مفتوح للجميع. يعني المفروض أن نعطي مساحة أوسع للعمل. أنا كتبت كثيرا وألمني كثيرا ما أشاهده الآن من عمل المرأة، أنه يعني قزمنا عمل المرأة في محلات تجارية. يا أخي ليه؟ افتح السوق. أنا طلبت بمناسبة في مقال عمل المرأة في منزلها، أنا أعتقد أنه أول وأهم عمل يمكن مرة أن تقوم به عمل بيتها. يا أخي أعطها راتب. المفروض أن الحكومة مسؤولة تعطي راتب لكل زوجة تشتغل في بيتها، ترعى زوجها وبيتها. الله سبحانه وتعالى يقول: خلقنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعلنا بينكم مودة ورحمة. ثم العمل من المنزل، ثم العمل خارج المنزل في بيئة عمل هي تختارها ولا تفرض عليها، ثم أترك للي تبغى. لا تقول لك لا أنا بروح لأي عمل، خلاص. نفس الشيء كمواطن سعودي، أعطيه فرص، افتح المجالات الأولى والأهم اللي تقدر توجه فيها الطاقات البشرية، ثم افتح السوق. لكن لا تقزم تقول وراء وين السعوديين ما اشتغلوا في سوق الخضار، ماني مشتغل في سوق الخضار إذا كنت تعتقد أن هذا هو المكان الأبرح. فنعتقد أن التحدي الحقيقي اليوم هو كيف نستثمر هذه الحملة
ولا تكون مدعاة لفساد جديد أو مشاكل قادمة مختلفة. طبعا أيضا من التحديات وزارة الداخلية مستوعبتها هو قفل صنبور الدخول للمملكة بالتهريب والتسلل وتخلف الحجاج والمعتمرين. وبعطيكم بس أنا نموذج، 1427 جاء أقل من 3 مليون حاج ومعتمر لمكة المكرمة، تخلف منهم 450 ألف من أقل من 3 مليون. العام الماضي اللي هو ما نحسب 34 لما بعد طلعت نتائج، و33 جاء أكثر من 9 مليون تخلف منهم أقل من 6000. ليه؟ لأن وزارة الحج مع وزارة الداخلية طوروا أنظمة في البصمة، في رقابة الشركات، في إلى آخره، فقضت على المشكلة وعطتنا إحنا نفس الآن. نحن نبدأ نزيد عدد الحجاج والمعتمرين بالذات، نقدر نزيد الطاقة السحابية والاستثمارات الموجودة في مدينة مكة المكرمة. تفضل يا دكتور. شكراً شكراً. سؤالي لسعادة الضيف يتعلق بالمعايير التي في ضوئها يتم تصنيف المشاريع على أنها متعثرة. هذا هو الشق الأول من السؤال. السؤال الثاني، في الواقع المعاش ما هي المشاريع التي تعتبر متعثرة من وجهة النظر الرسمية؟ لا شك أن هذه المشاريع رصدت لها مبالغ ضخمة جدا في ميزانية الدولة، وعدم تنفيذها في الوقت المناسب وفي الوقت المحدد يكبد أيضا الدولة نفقات إضافية متمثلة في استئجار بدائل. سؤالي هو لماذا لا يكون هناك فريق عمل يضم مجموعة من المحاسبين والمراجعين المؤهلين، ولكي يتم توظيف الأساليب الحديثة المالية في التنبؤ بتعثر هذه المشاريع، وبالتالي نستطيع تدارك هذه المشكلة قبل أن تتفاقم وتصبح من الصعب يعني إيجاد البدائل لها في الوقت المناسب. شكرا. سؤالي هو دأبت الأجهزة الرقابية على متابعة ما يسمى برقابة الالتزام، ولكن المعروف أن هذه الأجهزة لا يتوفر لديها مثل ديوان المراقبة العامة، لا يتوفر لديها مهندسون وفنيون يستطيعون متابعة هذه المشاريع من الناحية الفنية والهندسية، ولذلك تكون رقابتهم قاصرة. والحقيقة أنه آن الأوان أن تزود هذه الأجهزة الرقابية ناس متخصصين حتى يمكنها أن تقوم بما يسمى مراقبة الأداء، ولا يقتصر دورها على مراقبة الالتزام. صحيح أن الجهات الحكومية التي تسند المشاريع إلى المقاولين لديها مهندسون متخصصون، لكن هذا لا يغني عن وجود مهندسين متخصصين في الأجهزة الرقابية. فهل آن الأوان أن تزود هذه الأجهزة الرقابية بالإمكانيات التي تمكنها من القيام بهذا الدور؟ وشكرا. شكرا. اسمحوا لي أبدأ بالدكتور عبد الله من تحت. أنا كلمت رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، أبغالي شخص من الزملاء شغال عندهم جيد، قال لي والله انتقل لهيئة مكافحة الفساد. شلون؟ أنتم هيئة الرقابة والتحقيق من كثر اسمهم عاد أعرفهم، هيئة الرقابة وديوان المراقبة وهيئة التحقيق، فكنا نقول هيئة الرقابة والتحقيق. قال لي والله انتقل لهيئة مكافحة. قلت له ليه دكتور؟ شو جاي؟ ما شاء الله عندكم ملك رواتب. قال لا، يعطونا زينا مرتين. قلت له شلون؟ قال لا، هي مكافحة الفساد فيها مكافآت عالية وكذا وكذا وكذا. طيب يلا يلا، كتبتها مقالة وجدت الحل. قلت أعطونا زي ما تعطون موظفين هيئة مكافحة الفساد ولكم المعدل. لما تجي هيئة مكافحة الفساد وتعطيها 4-5 أضعاف رواتب الموظف، المشكلة الناس كانت تشتكي من هالدينار. القضية أنه بدأت الآن هيئة الرقابة وديوان وهيئة مكافحة الفساد تستقطب كفاءات.
الآن بدأت تفرغ المؤسسات الحكومية من الكفاءات اللي موجودة فيها عشان يشتغلون يراكمة طيب تراكمهم. إذا استقطبتوا أحسن ما عندنا عشان يراكمون مين؟ يعني أنتوا ادعموا الأجهزة، يعني اعرفوا الخلل وين وضعف الكفاءات، ليش ضعيفة الكفاءات؟ تدريب وتأهيل ومكافآت. ليش أربط الموظف الفني بالموظف الإداري؟ يعني ليش ما أعطي كادر خاص بالمهندسين؟ يعني خليني أنا وكيل أمارة على مرتبة 15 راتبي 25,000 ريال، لكن عندي مهندس كبير مستشارين راتبه إن شاء الله 100,000. لا تقول لك لا الوظيفة، وبعدين إيه؟ في كل الإدارات غير يعني المتخصصة مرة يمكن الأمانة منهم متخصصة إلى حد ما، المهندس ما يتجاوز التاسعة. ويطلب منه أن يشرف على مشاريع بمئات الملايين ويتنقل داخل المنطقة بسيارته الخاصة، بعد ممنوع نعطيه سيارة. وعطينا واحد من المهندسين سيارة وجانا توبيخ وجانا شخص يحقق وهو يستلم بدل نقل 300 ريال. فإذا لابد من إصلاح مفهوم الرقابة زي ما قلت في بداية الحديث، ركزها محلية، خل في محاسبة محلية، خل الأجهزة الرقابية المركزية تراقب الأجهزة المحلية المراقبة. بمناسبة رديوان المراقبة مراقبة لاحقة وليس مراقبة سابقة، وما بعد الحدث يبدأ يقيم الأمر. ولكن هل أنا في حاجة إلى تقييم عدد من يراقب؟ أصبحت البلد نصفها تراقب نصف، والنصيبة أن الأمور تزيد getting worse. يعني ما أنا ماني والله يا دكتور عبد الله، لكن حل ولهسبب بقول أقول للدكتور عوض توظيف الأساليب الحديثة ساعدنا بها تكفى. إحنا عندنا مشروع وعندنا رغبة صادقة واستقطبنا كفاءات ونحاول، لكن دائما الرأي يين أفضل من الرأي والعشرة أفضل من اثنين، وشاورهم في الأمر أفضل منها كلها. فأتمنى إنه أي واحد من الأخوان أو الأخوات عنده طرح جديد في ضوء ما طرحناه، وأنا والله ترى ما قلت لكم إلا أقل من 1% مما يبذل من جهود. يعني أنا الزملاء قالوا لي في المشاريع المتعثرة، فقلت لابد أن أوضح إدارة المشاريع الهيكلية المرتبطة فيها. أنا ما جت نزلت علينا وحي من السماء ولا نشتغل واحنا دارينها، تصلنا صورة متكاملة وانطلقنا منها. دكتور محمد قال يسأل كيف نعرف المشاريع المتعثرة. يومها اللي عملنا فيه التقويم هذا قلنا المشروع الجاري تنفيذه أو المتعطل تنفيذه أو الذي لم يكتمل تنفيذه، يعني بمعنى اللي مكتمل وفي ولا في شيء معوق له الا تشغيله زي الكفاءه الكوادر البشريه، لا هذا اعتبرناه متعثر، لكن اللي اشتغل ولو مؤدي بكفاءه جيده لم يكن ضمنه. فاي مشروع لم يدخل سوق العمل اعتبرناه متعثر، سواء انتهى وناقصه بعض الخدمات، انتهى وناقصه كفاءات اداره، او ما زال متعثر في التنفيذ نفسه. طيب شكرا دكتور. ذكرتم سعادتكم أن من الأسباب المعطلة للتنمية هي الهجرة الغير مدروسة من القرى إلى المدن الكبرى. قابلها قرارات من الأمانة بتعدد الأدوار للوحدات السكنية، وهو قرار أثر كثيرا على جودة المشاريع والخدمات. أليس للإمارة قرار لوقف وإعادة صياغة مثل هذه القرارات الغير مدروسة؟ أنا قرأته كما هو قد ورد. السؤال الثاني من حسن عسيري طالب ماجستير إدارة عامة، قرأت بإحدى الصحف إعلان عن سبب تعثر مشروع كوبري أو نفق، وهو وجود تمديدات أو مواسير مفاجئة في موقع المشروع، مع العلم أنه يوجد لدى الأمانة مخططات بالكامل للتمديدات وهكذا. هذا السؤال. السؤال الثاني، لماذا لا يكون لإمارات المناطق ميزانيات مستقلة؟ هذه الثلاث الأسئلة الآن. من السؤال الأخير كان باسم من؟ ما حط اسم اللي حط السؤال هذا جميل، ويخاف أن يصير زي اللي بعدين يدخل السجن النووي طالب الميزانيات. الهجرة من القرى والمدن وتغيير الأنظمة، حقيقة أنا ما أقدر ألوم أمين محافظة جدة في إنه يغير نظام البناء إنه يستوعب. هو ما هو ليس مسؤول عن تطوير منطقة مكة المكرمة، هو ليس مسؤول عن تحقيق التنمية المتوازنة، هو مسؤول عن إدارة التنمية في مدينته. تظهر له مشكلة يوجد علاج لها،
وزي ما قلت لما أقارن وزير العمل أو وزير المالية، يعني وزير المالية اليوم هو مسؤول عن توفير الميزانية السنوية، وش يجي له في الميزانية يحطه؟ هل هو مطلوب منه أن يبحث عن بدائل تمويل؟ ما أدري. هل سياسة الدولة تقول ابحث عن بدائل تمويل اقترض واو؟ ما أدري. يعني ليس هل من مسؤولية وزير المالية أن يرسم السياسة المالية؟ لا، الدولة ترسم سياسة المالية كما ترسم سياسة العمالية وسياسة التعليمية وإلى آخره. أمين محافظة جدة ليس من مسؤوليته أنه يعالج مشاكل المنطقة، مسؤوليته أنه يتعامل مع مشاكل مدينته. قالوا له والله في اكتظاظ بشري، قال طيب زيدوا نسبة البناء، أعطوا زود أدوار، قللوا زود هذا هذه. فهو يعالج مشكلة لخلق مشاكل قادمة أكبر. يعني كل مشكلة تعالج اليوم هي لإيجاد مشاكل أكبر في المستقبل القادم، وليس ستبقى مشكلة الهجرة قوية ما لم نعالج مشكلة الظهير الداخلي في مناطقنا بتدعم وتقوية تنمية المحافظات والمراكز. سبب تعثر المشاريع وجود بنية تحتية، نعم في عدد من المشاريع، وبقول لك حسن لا للأسف إلى اليوم ما زالت المعلومات الجغرافية السيئة، الجي آي سيستم مطبق ما نعرف ماذا تحت الأرض، ولهذا السبب كل نشتغل بزي الإبرة في حفر عشان نتأكد، لأنه لو طق له أي تمديد حيدفع غرامات تصل لعشرة مليون وعشرين مليون، فيشوفهم يحفرون بشوكة صغيرة حقت حلم. اليوم إحنا نحاول نبني من خلال أنظمة الجي آي إس نظام للبنية التحتية، لكن للأسف نظام بنية متغيرة. كما عمكم لاحظ مني أول ما يكون السلك يصير أسود وجميل ويبدأ يتخطط بالأصفر والأبيض، يجون يطلبون شركة الكهرباء وشركة المياه والحفة لا تحفر، الحق لا تلحق، لأنه ما كان أما حتى تبنينا مفهوم الدانك بانك القنوات الأرضية ليه من ينفذها؟ يا جماعة خير أحد ينفذها ويأخذ فلوس لأنها تؤجر. يوم الأيام كانت صعبة لأنه شركة المياه حكومية وشركة الكهرباء حكومية، لأن كلها اتصالات حكومية، لأن كل الشركات المفروض نعمل هذه القنوات من خلال الأمانات وتؤجر، أو من خلال الشركات اللي أنشئت جديدا في الأمانات زي شركة جدة وشركة البدلامين وتؤجرها على الشركات الاتصالات وشركات المياه وشركات الكهرباء، ونقضي على ظاهرة الحفر. لماذا لا تكون للإمارات المناطق ميزانية؟ عشان نرتاح ما حد يقدر يحاسبنا، لأنهم طلبوا أن تكون ميزانيات المناطق يخصص، يقول لمكة المكرمة 100 مليار توجه حسب أولويات حسب أولويات مجلس المنطقة، قالوا لهم لا كل وزارة مسؤولة عن أولوياتها. ولهذا السبب تجد أنك أنت كمدينة جدة واحد من 130 مدينة أولوياتك، فممكن تطلع رقم 50، ممكن تطلع 70، ممكن منكم ما تطلع، والوزارة المالية تأخذ أول أهم 10 مشاريع، فستبقى دائما هنالك مشكلة في الإدارة المحلية في المرجعية المحلية. صحيح. أنا أذكر كان نقاش في مكتب الأمير خالد الفيصل من فترة طويلة على موضوع أفكار جديدة لإيجاد ميزانيات المناطق حتى تتحرر وتنطلق في تنفيذ مشاريعها بشكل لا يجعلها مرتبطة بالوزارات بطريقة خانقة. صحيح. هناك الأسئلة المتبقية من المتربصين موجودة مسجلة. قرارات وزارة العمل الأخيرة، قرار التوطين الوظائف، قرار رفع رسوم الإقامة، ألا ترى أنها تشكل عقبة أمام المشروعات بصفة عامة وأمام المشروعات الحكومية بصفة خاصة؟ أظن الأسئلة هذه انتهت الآن. هناك أسئلة موجودة عندي هنا. عبد الله سهل الصبان باحث في تخصص إدارة المشاريع قسم إدارة الأعمال يرغب أن يسأل سؤال مباشر. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عبد العزيز، أنا في نقطة في تخصص إدارة المشاريع، طبعا أنت ذكرت من السبب الثاني من أسباب تعثر المشاريع أو تأخرها موضوع ضعف المقاولين في الملاءة المالية وفي القدرة الفنية. طيب من ناحية تصنيف المقاولين، احنا عندنا طبعا نقطة انا اشوف ان المقاول مضروب فيها، ليس كل المقاولين بعضهم طبعا، موضوع التايم اند كوست استيميشنز في المشروع، يعني تحديد مدة المشروع وتحديد المبلغ الكافي لإدارة المشروع هذا. خلينا نتكلم بعيد عن الكوست، نتكلم عن التايم. موضوع الأندر إستيميشن للبروجكت ديوريشن، مثلا عندك مشروع يعني ينفذ في 5 سنوات يعطى مقاول 4 سنوات، طيب هذه يعني هذه المدة المعطى حسب يعني أو تخضع لوجود تخطيط كامل
للمشروع حسب الفيدك ستاندرد او حسب ستاندرد عالميه يعني. طيب السؤال، هل هناك اليه لتحديد المده المعطاه للمقاول لتنفيذ المشروع؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، طبعا في عندنا مشاريع كثير متعثره او متاخره، خلينا نقول بلاش نكون متشائمين. المشاريع المتاخره هذه يعني بيصير في عندنا تضخم في ميزانيه المشروع. طيب في حال وجود المشروع لاربع سنوات بالميزانيه 4 مليار نتكلم، عندما تصير الميزانيه مثلا 10 مليار او 6 مليار او شيء، يعني ما بيعطى المقاول الفتره الزمنيه لاداره المشروع بهذاك المبلغ؟ يعني اعطى 4 سنوات 4 مليار، اذا صار 6 مليار هل تشوف انه المفروض يزيد، يعني تزيد فتره اعطاء المقاول لتنفيذ المشروع ولا لا؟ طبعا نرجع بالمره على قضيه الوقت تايم. اذا ما اعطيته مشروع واضح، يعني اذا ما كانت انت كمصمم للمشروع واضح لك مشروعك، اكيد ما حد يقدر يعطي وقت. لهالسبب يعطون وقت جزافي والتكلفه جزافيه مبنيه على دراسه قد تصل الى 30 ماكسيمم 30% من التصميم، ولهالسبب دائما نسبه الخطا تكون فيها عاليه جدا. تحديد المده المفروض بناء على دراسه واضحه متكامله. احيانا يعطوا المقاول مشروع وهم مو عارفين طبيعة الأرض اللي هو فيها ولا المعوقات اللي ممكن تواجهه. يمكن أبسط المعوقات اللي تفضلوا لأحد الأخوان حسن عسيري في قضية البنية التحتية. المقاول جاي ومستعد وشيولات وقلابيات وفجأة ما يجد يحفر، لأنه اكتشف أنه تحت الأرض شبكة مخيفة من التمديدات اللي ما كان عنده خبر عنها، لأنه ما في معلومات. كل ما قصت المعلومات أرجع لقصة الطبيب، كل ما الطبيب ما سوى فحوصات كاملة كل ما كانت علاجه سريع. فلهذا السبب انا اعتقد الوقت والتكلفه وسرعه التنفيذ تعتمد على التصميم بشكل اساسي. لكن زياده المده ابدا، زياده التكلفه فيها زياده مده. قاعده معروفه انه اذا اعطيت مثلا 10% زياده في المشروع انت تعطيه 10% من مده المشروع، فهذه موجوده. التحدي الحقيقي في ضعف المقاولين مره ثانيه هو اقتصارنا على عدد محدد جدا من المقاولين، والباقي عبارة عن بعثرة، يعني تحت الطاولة مشاكل الدنيا والآخرة ما تشوفها فوق الطاولة، قال برا الله الله من جوا لا يعلم الله. هذه مشكلة إذا ما قضينا عليها سنستمر نبكي على اللبن المسكوب ونلعن الظلام ولن نستطيع أن نوقد شمعة. شكرا. أظن كان في سؤالين قبل جاوبت عليها، اللي قبل السؤال المباشر الشفهي. اي نعم. طيب هذا عبد الله الرسوم. اي رسوم. انا زي ما قلت الاخ مسلم على موضوع الرسوم، هذا حد قدمته وزاره العمل مدروس بناء على رؤيتها هي. هل هذا اخذ فيه راي اصحاب الشان؟ لا، في من يعارض، في من يؤيد، في من يواجه. وللاسف بالمناسبة المشكلة رقم واحد اللي واجهتنا في مكة المكرمة، واجهت أمانة العاصمة، هي هذه المشكلة. المقاول موقع عقد مع الأمانة للنظافة بدون رسوم، مطلوب منه يدفع كل 4 سنين 16 مليون أو أكثر، قال ما حدفعها. وزارة المالية تقول ادفعها وبعدين تعال نسدد لك إياها فيما بعد، يقولون أنا ما عندي فلوس. البيضة قبل الدجاجة والدجاجة قبل البيضة، ومكة غرقت في النفايات. فأحيانا بعض القرارات إذا ما كانت المرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، ما لم يكن عندك سياسة واضحة على مستوى الدولة تلامس الجميع، ما كل إدارة وكل وزارة بقول أمارها المرة عشان ما زالوا تعالج مشاكلها من داخلها، فستستمر المشكلة هي المشكلة. يعني لو دخلنا فتحنا باب الجامعة اليوم تشوف كيف مشاكل كثيرة. بعض القرارات اللي تأخذ الجامعة من عميد كلية ولا من رئيس قسم ممكن تعمل فاير باك على الطلاب. ممكن أنا أذكر مرة في المرات أحد الزملاء رئيس قسم عدل في الكوريكولوم حق الجامعة بآخر الطلاب سنة فصل دراسي كامل. هو هي دزن كير مش طارق ممكن يقول لكم نص سنة، ما دام وراهم أسر وراهم. فأحيانا يكون في قرار يعالج مشكلة لكنه قد يوجد مشاكل كثيرة. طيب شكرا دكتور. هنا في ثلاثة أسئلة الآن نأخذها على العجل. إيه بس بشرط الإخوان استنى يحلفون بالله ما يقومون عشان يروحوا الصلاة، لأن بدأ يدخل وقت الصلاة، فخاف الإخوان يتركوني أنا وياك. متى تبغون نخلص؟ اتفقوا معي عشان ما حد يطلع سك البيبان. متى تبغون؟ لأن شفت الإخوان قالوا لي مشوا عشان الحين الساعة 12 إلا ربع.
وفي الجدول عندي 12.5 بس والله ما انتم قاعدين 12.5 ما اعلم يعني انا بالمناسبه دخلت وكنت بفسخ المشلح يوم شفته كل هذا كذا ولا اني احبه والله اعشقه عشان ما اكون كذاب بس يوم جلست لقيت بارد الكرسي يقول لا والله خليني اتدفع زين لازم يقول في بس جميل على رضا الناس يقول ضحكت فقالوا الا تحتشم بكيت فقالوا الا تبتسم بسمت فقالوا يرائي بها عبست فقالوا بدا ما كتم صمت فقالوا كليل اللسان نطقت فقالوا كثير الكلم فايقنت اني مهما اريد ارضاء الناس لا بد ان اذم ولا سبب وصلت الى قناعه انك خلت العلاقه مع الله قويه فيا ليت الذي بيني وبينك عامر والباقي عليكم احنا مبسوطين لوجودك بيننا لكن الوقت الموجود هو الساعه 12 ننتهي نرجع ملف اللي جاني ملف اللي جاك اي والله شن غيرته ايه اللي في النت غير طيب انا ودي بس فقط تعليق على مدينه جده والحقيقه الواحد لما يدخل الجامعه ولا اقول هذا للاشاده بالجامعه كانك في مدينه جده مصغره الحقيقه في شوارعها النظيفه الخاليه من المطبات والحفريات الارصفه التشجير يعني هذا من سنوات في الواقع لماذا لماذا؟ ليش نجحنا في الحيدر الماسي في الرياض؟ ليش نجحنا في الجامعة؟ جامعة الملك سعود نفس جامعة الملك عبد العزيز، ليش نجحنا في الحي في أرامكو؟ ليش نجحنا في مدينة الجبيل وينبع؟ لأنها مشاريع متكاملة، احنا أكبر مشكلة لنا مشاريع منقوصة. المشروع تنفذ سفلة ورصف إنارة، التشجير بعدين يجونك الحفريات الكهرباء والموية، يعني ما في قلت لك ما في شارع نفذ وقعد أسبوعين خالي من الشوائب والإدعاءات. فإذا ما تعطيت مشروع متكامل اليوم الميزانيات كل يعتمد ميزانيته مستقلة ما في مشاريع عمود فقري يربطها يعني الكهرباء تعتمد أولوياتها مختلفة عن المياه مختلفة عن الصرف الصحي مختلفة عن الاتصالات مختلفة عن اثنين انت كوميونيتي مغلقة ما في واحد بكرة يجي يحفر عندك ما تدري منه ولا واحد يجي يعتدي على أرضه ويبني عمارة ما تدري منه انت مدينة متكاملة السبب من دي ون انا لما قلت للدكتور محمد انه اتمنى انه في يوم من الايام يكون في لقاء للحديث عن أين الخلل؟ ترى بالمناسبة سويناها عام 1419 كنت رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران وجبنا أهم أربع شخصيات في المملكة كانت معنية بالتنمية وسألناهم هذا السؤال لماذا وصلت مدننا إذا ما وصلت إليه وجاوبوا عليه بكل شفافية هو ألا يمكن تفتيت مدينة جدة إلى مدن صغيرة وإعطاء صلاحيات كافية نوع الصلاحيات عن ميزانيات أنت عندك ون سينجل مصدر للميزانية أقول لكم يا جماعة الخير 21 سنة ولا مشروع اعتمد المدن هل هي وقفت ما نمت سكانيا؟ كم كان عدد سكان مدينة مكة مدينة جدة 1405؟ كم كان عدد سكانها؟ يا أهل جدة 15 مليون مدينة جدة كلها يمكن مليون كم عددهم اليوم؟ في خمس من 1405 أو 1985 إلى 2005 كم زاد عدد سكان جدة؟ على الأقل 4 أضعاف مينيمم حلة واحدة ما اعتمدت لها فطبيعي أن الأمانة لن تستطيع أن تعمل شيء وهي ما تقدر ما عندها مصادر تمويل ولهذا السبب يجب على الأمانة أن تعمل مصادر تمويل لها يجب على وزارة المالية أن توجد مصادر تمويل خارجة من ما يأتيها من دخل البترول أو المداخيل الضعيفة لا بد أن يكون في مصادر تمويل فأنت لا تعاتب أنت في الجامعة لو قطعوا عنك الميزانية أسبوع والله ما تشوف من هذا الشجر الأخضر ولا شيء تفضل طيب الدكتور عبد الرحمن باشير استاذ التمويل والاستثمار يسال سؤالا يقول في نحن في حاجه لهيئه او مؤسسه عامه لوضع ومراجعه المواصفات الفنيه للاسباب منها ان الجهات الحكوميه تتفاوت في وجود الاشخاص المؤهلين لوضع تلك المواصفات وكذلك استلام المشاريع وخير مثال استاذ الملك عبد الله واستاذ الامير عبد الله الفيصل اثنين يمكن للهيئه او المؤسسه العام الحصول على رسوم لوضع المواصفات واستلام المشاريع هذا السؤال الأول السؤال الثاني للمهندس ماجد العسيري مشرف مساعد على تنفيذ مشاريع معهد الإدارة العامة بجدة أرجو من سعادتكم إبداء الرأي عن النقاط التالية من خلال الندوات واللقاءات السابقة تم عمل توصيات ورصد الخلل الكبير ما هي الخطوات التي اتخذت لإصلاح هذا الخلل والسؤال الثالث من المهندس سعود البلوي مستشار
وكيل جامعة تبوك للمشاريع. كتابة السؤال يقول فيه: لدي خبرة من 33 سنة، خلصت أن السبب الرئيسي هو عدم إعطاء صلاحية لمدد المشروع لمدراء المشروع، سواء الممثل المقاول والاستشاري أو الحكومي، وكذلك ضعف القدرة الفنية والمالية لدى المقاول. كذا نكتفي الآن، خلاص بنقفل. بس في سؤال للدكتور فايز صالح جمال في الإدارة الاستراتيجية، نعطيه الفرصة يسأل السؤال الشفهي. تفضل دكتور فايز. بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع إن شاء الله نقاط سريعة. ثلاثة نقاط: الأولى، كان الدكتور تحدث عن مثال التشتت شركات النقل في مكة اللي تعمل في القطارات، وأنا أرى أن هذا مثال مقلق، ويعني أعزو إلى إضعاف هيئة تطوير مكة، بعد أن بدأت بهيئة عليا لمكة المكرمة ثم تحولت إلى مكة والمدينة ثم عادت إلى هيئة ليست عليا. في الهيئة العليا كان ممثلين كل الوزارات، فكان الأمل أنها يعني الهيئة تنسق المشاريع في مكة المكرمة، فإذا بها يعني ذهب عنها الدكتور. التنسيق ليس فقط مهمته في التنسيق بين الجهات الحكومية، بتصوري أيضا الاستعداد والتنسيق مع الجهات التي توفر الموارد البشرية التي ستدير هذه المشاريع الكبرى. في مكة عندنا مشاريع كثيرة، وأنا يعني لم أستمع الآن إلى أي يعني استعداد بتهيئة كوادر وطنية للعمل في هذا في خدمة هذه المشاريع. أشار أيضا الدكتور إلى مسألة التحول، وهذا تحول محمول في العناية بسكان مكة. أنا أؤكد أن بالكثير من المسؤولين كانوا مصرفين خلال العقود الماضية إلى العناية بالحجاج دون السكان، فيحمد للأمارة الانتباه لهذا الأمر، يعني أتمنى وبالأصح أود أن أؤكد أن الدليل على الإهمال في الفترة الماضية للسكان هي أن أصبحت مكة أكثر المدن عشوائية، فإن شاء الله أنه يعني ينتهي هذا الأمر في الفترة القادمة. أعود للنقطة الأولى اللي ذكرها الدكتور في قضية الدولة وقطاعاتها الخمسة. أنا ما زلت أرى في كلام الدكتور كلام جميل نظريا، لكن واقع الحال أنه ما زالت الجهات الحكومية تريد أن تسيطر وتهيمن على بقية القطاعات ذكرها من الإعلام ومن المجتمع المدني والأمور هذه. وأنا أضيف، وهي إن شاء الله إهداء إلى أمارة منطقة مكة، أنه بالعكس أنه أمارة منطقة مكة هي أكثر الجهات حرصاً على الهيمنة تحت عنوان التنظيم، وبالتالي أتمنى أن ترفع هذه الهيمنة وتطلق طاقات المجتمع المدني وتطلق الإعلام، لأنه أنا يعني معروف أنه هناك كثير من الفعاليات ألغيت بأوامر من الأمارة، هناك لا يعقد لا ندوة ولا مؤتمر ولا محاضرة حتى في نادي أدبي إلا بإذن الأمارة، وأتمنى أن ترفع هذه القيود الأمارة وتتحول إلى مسألة طلب الإحاطة فقط، ومن يتجاوز يتم محاسبته، لكن تقييد كل الطاقات وجعلها بإذن الأمارة أن التصور يتعارض مع توجه الأمارة لإشراك القطاعات الأخرى في الدولة. شكرا. التوصيات اللي برجع للدكتور فايز جمال في نقاط جيدة. للأسف أنه كل اللي أنا حضرته بالمناسبة دكتور عبد الله تكفتر أول من بادر بموضوع دراسة المشاريع المتأثرة هو مجلس منطقة مكة المكرمة، وقبل هلين شفت كله، بعد كذا اللي دولي جو تبعا ففي شرائحك المستقبلية حطها، فكلها توصيات لا يوضع لها برنامج تنفيذي، وكلها تنتهي بالرفع للمقام السامي، وما تحت ذلك فعليكم حسابه. وننتهي في هذه النقطة. عدم إعطاء صلاحيات لمدراء المشروعات، أنا أعتقد أنه حتى يمكن أمناء المدن ولا مدراء المسؤولين الكبار ما عندهم الصلاحية اللي أنتم تسعوا له، وللأسف كل الباكيج يحتاج إلى إعادة تنظيم. بجي لموضوع للدكتور فايز جمال، تشتت النقل، أنا أعطيت النموذج والنموذج أسوأ مما ذكرت كثيرا، ولكن ليس اليسار وضع عاف للهيئة، هو كم محاولات للبحث عن الحل الأفضل. ترى هيئة العليا تطوير منطقة مكة المكرمة وليس مدينة مكة المكرمة، وكانت ممثلة من وكلاء وزارات، ثم صارت هيئة لا ما أدري شو بدأ، لكن أنا عارف أن الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة اللي صدر بها الأمر السامي، ثم تحولت إلى مكة والمدينة والمشاعر،
ثم تحولت إلى هيئة تطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر. أنا أعتقد أنها اليوم ليس ضعف لها، هو قوة لها، لأنها أصبحت هيئة ممثلة من الوزراء، يرأسها أمير المنطقة ممثلة من وزير البلديات ووزير المالية ووزير العدل ووزير النقل، يعني الوزراء ووزير الحج، الوزراء الفاعلين. قراراتها أصبح، ولسه شفنا سرعة اعتماد مشاريعها. يعني لكم أن تتخيلوا أنه درس الدراسة النقل العام اللي اشرفت عليه الهيئة ووافق عليه الوزراء يوم 15/9 رمضان، واعتمده الملك يوم 18/9 في 3 أيام بميزانية 73 مليار. هذه كانت تأخذ بسنين. فأطمنك أنه لن يكون الأمر هو للإضعاف، وإنما كان اجتهادات فردية. جاء فلان يرى الصورة أفضل، إذا خلونا نجرب خلونا نجرب. والهيئة مؤهلة برضو أن تروح إلى مسار جديد لو صار شيء جديد. فاليوم هي في أحسن حالاتها لخدمة مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. إذا جينا لموضوع التحولات والعناية، فأنا أعتقد كلنا نتفق أنه كان في تركيز، وإن شاء الله الجهود اللي مبذولة. ما أشرت له من الإمارة تمسك، لا ليس صحيح، الإمارة تنفذ توجيهات، لكن قدر أمير المنطقة هو اللي فوات المدفع. يعني الكل يعتقد أنه هذا قرار أمير المنطقة، ليس قرار أمير المنطقة ينفذ أوامر ملكية أو أوامر وزارية صدرت له، فلا يملك إلا أن ينفذها. هل أمير المنطقة رجل سلبي؟ لا. هل أمير المنطقة رجل ما أبغى أتحمل المسؤولية؟ هل أمير المنطقة يبغى يحط مشكلة الشؤون الإسلامية في وزارة الشؤون الإسلامية ومشكلة الثقافة في الثقافة؟ لا، قال أنا أمير المنطقة وأنا كلفت بتنفيذ الأمر، لن أبحث عن كبش فداء، كل ما صار مشكلة أقول هو المسؤول، لا أنا مسؤول وسألتزم بتنفيذ هذه المسؤولية. فهو لا يخترع أنظمة هو في منطقة مكة منفذة، هذا النظام موجود في المملكة كلها. قدر مكة المكرمة أنه فيها نشاط أكثر، فعاليات أكثر، مخالفات أكثر، ولا بد أن يكون ردة الفعل أقوى، وهذا السبب اللي ساير الآن. لا، أنا أقول لك يعني وسيد كوتمي فيها، أمير المنطقة ليس له السلطة أن يمنع بدون نظام جايله، ولا نتفق مع بعض الأنظمة بالمناسبة، قد يكون لنا وجهة نظر فيها، لكن إحنا مطلوب منا تنفيذها. ولم يأمر أمير المنطقة بإيقاف شيء. بالمناسبة أنا شفت عشرات المواضيع التي يتعرض شخصه لها ولم يعترض عليها ولم يتدخل، لأنه ما جاء توجيه فيها، لكن إذا جاء توجيه حتى أحد الأشخاص طلب التحقيق معه، لم يكن لأمير المنطقة دخل، وهو هاجم أمير المنطقة بكل الوسائل، ولما ثبت له أنه ليس لأمير المنطقة دخل في هذا التوجيه لم يعتذر بكلمة، بس سكت وطفى محركاته في السب واللعن والهجوم، أنه عرف أنه كان غلطان وأمير المنطقة ليس دخل. ولهذا السبب ليس هنالك شيء يصدر من أمير المنطقة بدون نظام. ومع ذلك من حق أمير المنطقة كمسؤول عن إدارة المنطقة أن يضمن أمنها وسلامتها. والله ما تقدر تفتح بعد كمان كل من هب ودب يجي يغني عليها. يعني في يوم من الأيام أنا أتمنى المكان مفتوح أني أقدر أخذ راحتي وأكشف أوراق. أنا بالمناسبة كنت في يوم من الأيام لي حلم كده، أتمنى في الويكند أن الدنيا تنكشف لي. شوف الدكتور عبد الله ايش قاعد يسوي يوم الخميس في الليل، يوم كان يوم الخميس في الليل زين ليلة خميس، أبغى أشوف فلان. اليوم أقول يا رب ما أبغى أشوف، من كثر ما صرت أشوف وكثر ما صرت أعرف، لأنه في أشياء كثيرة الواحد زي ما نقول أنا ما في فمي موية عيني، أبشركم مرة تعرف إن الموية كلها ما عاد زين، لكن كمان ما كل ما يعلن يقال، أما ما ندفنه يعلم الله أنه يهد جبال. نحن ندفن أشياء لا يعلم بها إلا الله، كل سترا وتقديرا لكثير من الناس. والله يا دكتور فايز أننا نعلم كل شخص ماذا يريد وكيف يفكر، ولسنا عاجزين عن معرفة ومن ينظم ومن يخطط في الليل الأظلم ومن يخطط في غرف مغلقة، ولكن ما تقدر تكون بعد جندي على كل واحد. صدقني لو نمارس هذا الأمر لقلت هذه هي قمة الدكتاتورية، لكنها دكتاتورية تسعى لتحقيق أمن واستقرار هالبلد، وانت خير شاهد على الظواهر اللي تشوفها حولك في العالم كله. يعني ما يحتاج نتكلم ونقول، ولا والله يخطط لنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. يعني يكفي يا دكتور أنك تعرف أنه الأب يزني بخمس من بناته وثنتين منهم حوامل، ولا نقول أن هذا ليس مخطط له بأنه يكون تحت ضغط المخدرات وفيه هجوم مخيف على المملكة بالفكر وبالمال وبالمخدرات وبكل ما يخطر وما لا يخطر على بالك. في ناس أحسن نحسن الظن فيهم ثم نكتشف سوء التصرف وسوء الظن.
فالقضية يعني ليست مصلحة تحكم شق يحكم أنظمة الدولة وسياسة الدولة، وشق يحكمه مصلحة مواطن، وشق تحكمه رؤية. يعني يا أخي أنت في بيتك أجيب أم صالح أسألها هاو دكتور تيوري إز هي، والله ما حد يتنفس. يا أخي لا يمكن أن تقود السفينة بمئة ربان، لا بد من ربان للسفينة. طيب إذا كنا أنا ودي بس أوقف على السؤال دقيقة. سؤالك هذا أيوه الموضوع، لأنه الدكتور حاول يقول يعني والله ما علي من أنت وياك كيفكم. أستاذ الدكتور عبد الله السالم أستاذ قسم الإدارة العامة لك مقال بعنوان حاجب المدير تدل على أنك مستوعب لحركات بعض مدراء المكاتب والسكرتارية، ماذا تفعل لتحجيم هؤلاء عندما يكونوا حولك في أي منطقة تعمل فيها؟ ايوه هو بيجاوب يا دكتور. قبل لا يجاوب كان ودي يا دكتور حتى انا خشيت انك تستبعد السؤال لانه ما ربط بتعثر المشاريع كم، وانت قلت في هذه المقاله اذا وجدت الجحش في الاستقبال فسوف ترى الحمار في الداخل، فكم من جحش وحمار كم من حمار المشكله ان الجحش يسيطر على حمار. أنا الحقيقة المقالة قلتها بتجربة، إنه كلنا وأنا أولكم لا نستطيع أو لا مؤسف مهمة لا نستطيع لا نستوعب ما يدور خلف الأبواب المغلقة من سكرتارياتنا ومن يعني صار كلب الأمير أمير كلاب زين. وليس حاولت أنا كتبتها بالمناسبة يمكن أكثر من 7 أو 8 مقالات في هذا الموضوع منها البطانة، وقلت له ما ندعي دائما اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الله. فواحد كان حاضر مرة في مسجد ويدعي قال اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، في جنب أخوي قال أمين قام ضربه كذا قال ليه قال أبوك إحنا البطانة لو صلحنا ما عاد مصالحنا. طيب فأنا أقول فعلا يعني ننتبه كمسؤولين لمن يدير مكاتبنا لأننا ندار شئنا وأبينا، إلى درجة أنه يمشيك وأنت تمشي معه بمزاجه ويكذب عليك الدرجة هذه مكسورة تعملها ويقول لأخويا شوف يا مش أبلع فيه بعد شوي وأنت تمشي مشيك ويقول لا وقف لا مش لا زين. فلا سبب نبهت وأنا أرجو أن أنبه كان عندي جحش لا سير حمار فبليز، لأنه فعلا أنا قلتها بصراحة قلت الحاجب هو مرآة من هو في الداخل، فانتبهوا تحطوا لكم جحوش في البيبان تراكم تصيرون حميرا جوا. أنا قالها واحد مرة قال لي الجحش في الاستقبال ترى حمار جوا، فهل هذه ترضيك دكتور؟ بالعكس يا دكتور وهي خطيئة، وأنا أعجبت بقدرتك في التشخيص وأرجو من الأخوان السامعين أن يكتبوا على الجوجل حاجب المدير الدكتور عبد العزيز الخضيري راح يلقون مقالتين نشرت على حلقتين اقتصادية أكثر من 7 أو 8 مقالات في الموضوع في حاجب المدير. أنا ما طلعت إلا على الجزئين الأول أي، لكن يمكن أصلا تحوق بس يمكن أصلا لك في جحش ولا تجي. طيب أنا ودي الحقيقة أشكر الجميع، أنا سعيد والله جدا بهذا اللقاء، أعرف أننا لا نملك عصات موسى ولا شيء أثري سليمان ولكننا نحاول. أنا أحترم جدا من يحاول ويفشل أكثر من احترامي لمن ينجح ولم يحاول، لأنه قاعدة تقول أن تنجح دون عمل، أن تحقق نجاح دون عمل فليس فيه سعادة، وأن تفشل وأنت تحاول أن تنجح فهي محاولة إيجابية، وقمة السعادة أن تنجح بعد جهد عمل كبير جدا. إحنا نبذل جهد كفريق عمل كبير جدا، اليوم بالمناسبة شاركنا أكثر من 650 ألف شاب وشابة في ملتقى شباب مكة كلهم متطوعين، 20 ألف في جمعية شباب مكة للعمل التطوعي، 1700 وحوالي الآن 80 شاب وشابة في مشروع في برنامج متابعة تنفيذ المشروعات. ففي جهد كبير جدا يبذل بإمكانات بسيطة جدا، لكن أخذنا بقاعدة حقيقة هامة العمل وفق الإمكانات المتاحة. لو استمرينا نبكي على اللبن المسكوب ونلعن الظلام لن نتقدم خطوة للأمام. نحاول لا نقول نحن والله نعرف كل الحلول ولا نقول نحن قدمنا كل الحلول، نقول نحن حاولنا. ولهذا السبب أترككم برجاء وأمل من الجميع أن كل واحد منكم يعتقد أنه يستطيع أن يقدم لو نصيحة صغيرة لا يوفرها تحت قاعدة لا تحقرن صغيرا فإن الجبال من الحصى، زي ما يقال نقطة الموية تمشي نهر والنهر يمشي بحر والبحر محيط. فليس
كل الأفكار التي تطرح يجب أن نحترمها، يجب أن نقدرها، يجب أن يكون كما قلنا في استراتيجيتنا أن الجميع شركاء، نتفق مع من نتفق معه، نختلف مع من نختلف معه، لكننا نحترم كل الآراء التي تطرح مهما كانت مؤدبة أو غير مؤدبة. شكرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا سعادة الدكتور. حصلنا بهذا اللقاء في رحاب جامعة الملك عبد العزيز، سعداء جدا بالروح الشفافة والوضوح الكبير اللي معروف عنك ما شاء الله تبارك الله، وأنت لازلت مستمر في الحديث بدون تحفظ، وهذا شيء مرة ممتاز، وأرجو أن تخصنا دائما بمثل هذه اللقاءات في رحاب الجامعة إن شاء الله. تجد صدى وحب وتقدير لك كبير دائما. وأود أن أشكر كثير من الأشخاص الذين كانوا حول هذا التنظيم لهذا اللقاء الهام، وأريد أن أشيد أولا بأعضاء نادي الإدارة الحكومية فهد خالد آل سعود وعبد الرحمن أحمد بخش وعبد المجيد الخميسي وعبيد علي حافظ ومنصور محمد الشريف وأسامة جدعاني، ثم أعضاء قسم إدارة عامة، السكرتارية في قسم إدارة عامة، وجميعهم من أذكر منهم خلينا نعطيهم صفقة كلهم بدون أسماء. ولا أنسى الأستاذ المحاضر علاء زهران أيضا على جهوده الكبيرة جدا. أشكركم جميعا. شكرا. شكرا. تشرفت بوجودك. الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا لك. شكرا لكم جميعا، ومعذره والله على الاطاله. والدكتور عبد الله ابو غرجي هنا يقدم درع للجامعه، والدكتور احمد مجاهدي تفضل دكتور شكرا لكم جميعا والله، معذرة إذا أطلت ومعذرة إن تجاوزت. لا أعانكم. Thank you.